أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. يتجدد اللقاء مرة أخرى مع الأخوة في لقاء جديد حول أسئلة المتابعين، بعد أن انقطع الاتصال صباح هذا اليوم بسبب حصول أمر طارئ. طبعا خرجت من أجل قضاء حاجة أحد الأخوة في إحدى الدوائر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. للأخوة اللي يلتحقون بالبث، أنه من المناسب أن نبلغهم بأنه هذا البث ما بصعود، إنما يكون التواصل عن طريق التعليقات فقط، يعني مع الاعتذار عن الأخوة للأخوة عن هذا، لأن هذا هو المنهج الحاصل بالنسبة لنا. في هذا البث نحن لا نستقبل طلبات الصعود، إنما نستقبل التعليقات فقط. يعني من يكون عنده شيء يحب يذكره عن طريق التعليقات. نعم تفضل عزيز، تفضل. نرجو المعذرة، لأنه بعض من الأخوة ما متعودين على مثل هذه المنهجية، ولكن هذه المنهجية اللي نعم. أريد رواية من كتب الشيعة تثبت ولادة الإمام المهدي، رواية واحدة بس عزيزي. توجد كتب متخصصة في ولادة الإمام المهدي، كتب متخصصة. راجع مثلا كتاب معجم الأحاديث المعتبرة، هذا معجم خاص يقع في 8 مجلدات، ألفه أحد مراجع الشيعة وهو المرحوم العلامة يعني آية الله العظمى الشيخ محمد آصف محسني. في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 313 إلى صفحة 380 تقريبا أو أكثر، كلها روايات في إمامة الإمام المهدي وولادته. وهذه الروايات موجودة على حسابي الآن، هذه نعم من الكافي ومن الكافي، بس هذه مو فقط من الكافي، لا هذه من الكافي وروايات صحيحة. لذلك هو جامع الروايات المعتبرة يا عزيزي. الكتاب اللي أذكر لك إياه هو ينقل من الكافي وينقل من كمال الدين وإتمام النعمة، فينقل من مصادر الشيعة المعتبرة. عليكم السلام ورحمة الله. معجم الأحاديث المعتبرة الجزء الثاني، معجم الأحاديث المعتبرة الجزء الثاني صفحة 313 وما بعدها، معجم الأحاديث المعتبرة للشيخ آصف محسني الجزء الثاني صفحة 313 وما بعدها، أو سلسلة الروايات المتواترة عزيزي. انت اللي بحب تناظرني، انت كاتب تناظرني بالطاد اقتصاد عزيزي. اذا انت الكلمة ما تعرف تكتبها شو راح تناظر؟ بس فهمني، يعني ما اعرف انتو هذا المستوى من الضعف في اللغة العربية الى وين يوصل؟ يعني اذا انت املاء عربي ما تعرف زين شلون تتناظر؟ بس فهمني.
يعني الإنسان لما يتحدث لما الإنسان يتحدث بقضية يعني أنت كلمة ما تعرف تكتبها يعني. لا حبيبي مو حرف هذا، أنت حرف بدلته. إيه خايف منك، أنا كلش خايف منك، وأنت صدام الثاني وأنا خايف منك. زين، تريد تحاور، أكو طريقة للحوار موجودة بأول مقطع في حسابي، ادخل على الحوار وخنشوفك. من شروط الحوار عندي أن تتكلم اللغة العربية الفصحى. إذا ما تعرف تتكلم اللغة العربية الفصحى، روح شوف لك أي إنسان آخر بقهوة وسولف وياه، لأن الحوار الديني لابد أن يكون بلغة القرآن، ولغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى. إذا أنت تقدر تتحدث باللغة العربية الفصحى تقدر تناقش، أما لما ما تقدر تتحدث باللغة العربية الفصحى فأنت أساسا خارج نطاق التغطية، خارج نطاق الخدمة يا عزيزي. الجزء الثاني عزيزي، لحظة خلنا نكتب لك يا عفوا خلنا نكتب لك. الفقه هذا العلم اللي يدرس اللي يدرس الناس حتى يتعلمون الأحكام الشرعية. هذا السؤال جبت عن أخ زهراء، يعني هسه أنت بنية حقيقة. هذا السؤال جبت عنه سابقا. أنا أقيم الناس اللي عندهم كتب ومؤلفات إذا قرأت كتبهم، أما تسألوني عن شخص أحسنت ماجد، والله يعني مشكلة، هاي مشكلة يعني. لا حول ولا قوة. وما أسفي على الدنيا ولكن على إبل حداها غير حاديها. هسه أنتوا يعني ما سامعين ما شايفين، يعني خب ما معقول الإنسان يشارك في قضية وهو ما يعني ما مضبط. هل نية الوضوء واجبة؟ شنو قصدك نية الوضوء؟ يعني قصدك التلفظ؟ التلفظ لا مو واجب، القصد القلبي واجب. نعم، عفوا حسين ما فهمت الحكم صحيح. معجم المعتبر هذا العالم الشيخ محمد آصف محسني، جاء هو أكثر عالم شيعي متشدد في قضايا السند، أكثر عالم متشدد في قضايا السند، ألف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث المعتبرة في كتب الشيعة، فصارت من مجلدات. هذا المكان هو خاص بولادة الإمام المهدي والنص على إمامته، الجزء الثاني صفحة 313 وما بعدها، طبعا يعني أكثر من 20 صفحة تقريبا في الإمام المهدي. وتقدر ترجع إلى كتاب الآخر صراط الحق، أيضا نفس الشيء، هم ذكر نفس القضايا في الجزء الثالث. بخدمتك عزيز، بخدمتك، الله يحفظك. وموجود هذا، عفوا حسين خاف ما تلقى الكتاب، موجود على حسابي، ما أعتقد له المنشور الأول أو الثاني مثبت، عندي منشور مثبت تلقى الكتاب مصور. وإذا تحب أنه أنصور لك الكتاب ما عندي مانع، ادخل على الخاص وأنا أرسل لك صور الكتاب، يعني صور الكتاب وصور الصفحة اللي مذكورة بها الروايات. لا حبيب، لا 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 لا, لا. منهج الشيخ آصف محسني أسلم. لا عزيز أنت متوهم عزيز، انت تعلمنا بالمناهج، يعني جاي يقول لك هو متشدد. لا عزيزي، انا اطرح رايي بشخص لما يكون عنده كتاب اقراه اقيمه من ناحيه علميه، اما شخص اقيمه شنو يعني اريد ان اناسبه، يعني هسه يجي واحد يسالني ايش رايك بالمالكي، المالكي شنو عنده كتب حتى اقيمه على اساسها؟ هذا بث ديني، هذا بث يعني نستفيد منه علميا. اما انا اروح فلان شنو يعني هسه ما لها معنى، لانه بالنتيجه انا اريد اقيم الناس على اساس علمي، يعني على اساس مثلا كتابه او ما شابه. اكو بعض الناس عندهم كتب وانا ما اقدر اقيمها لان ما قارئ كتبهم.
شيخ شلون تنقل من شخص يدافع عن عائشة والصحابة والعصابة؟ منو هذا اللي فهمه؟ عزيزي فتوى السيد السيستاني هاي ما ينسئل عنها مثلي، هاي فتوى مال مرجع. شنو يعني؟ شنو يعني؟ شنو يعني رأيك بالفتوى؟ عزيزي الفتوى مو محل الرأي. الفتوى مو محل الرأي، الفتوى مو بكيف أي إنسان يجي. آصف محسني يدافع عن عائشة؟ أنا ما لي علاقة بيدافع عن عائشة، وبعدين وين الدليل على هذا كلامك؟ على كل حال. هل لعلها تكون لعلها صدفة، صدفة. 313، نعم 313. عزيز ما تحتاج دليل، هذه القضية أن تخصيب البويضة خارج رحم المرأة، تخصيب البويضة خارج رحم المرأة هل هو زنا أو لا؟ السيد يقول، السيد السيستاني يقول بأنه الروايات التي دلت على حرمة الزنا بينت صور وقوع هذه الحادثة، وليس من صور وقوع الزنا أن تخص بالبويضة خارج الرحم، هذا ما موجود عندنا بالروايات. إذن فالأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، خلص وانتهت القضية. بعدين رأي السيد السيستاني ترى أقل من رأي غيره، أكو بعضهم يقبل حتى التخصيب داخل الرحم ترى. شيخ أريد وقت أن تتحدد البث بوقت مناظرة. شنو ما فهمت يعني؟ أحسنت. كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام بعينه. أحسنت. شيخ أريد وقت، شنو ما فهمت هاي؟ وتحدد بوقت المناظرة، أي مناظرة عزيزي؟ نعم، العملية تصير خارج، نعم، خارج الرحم. نعم تفضل عزيزي، تفضل. وهسه ما أعرف يعني بعض الأسماء يعني إذا على الاسم زهراء تفضل، عفوا زهراء تفضل. تفضلوا عفوا تفضل. ما هي التقية؟ التقية حكم شرعي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، وهو حكم شرعي للحفاظ على حياة الإنسان من الضرر المحرم إيقاعه بنفسه. وقد تكون التقية واجبة، وقد تكون التقية محرمة، وقد تكون التقية مكروهة، وقد تكون التقية مستحبة، وقد تكون مباحة حسب الأحوال التي يمر بها الإنسان. فإذا كانت التقية للحفاظ على روح الإنسان فهي واجبة، وإذا كانت لا، التقية يتسبب فيها ذهاب روح إنسان فهي محرمة، وهكذا. والتقية حكم شرعي موجود عند جميع المذاهب الإسلامية من دون استثناء، ولا تصدق من يقول لك العكس. ويستطيع الإنسان أن يتأكد من مثل هذه المعلومات بالرجوع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية السنية التي ألفت في الثمانينات بإشراف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. إذا واردة بها روايات ماكو مانع عزيزي، أحسنتم. إذا واردة بها روايات أحسنتم حسين، جزاكم الله خير. إذا واردة بها رواد ماكو مانع، أنا عندي محابس عادي ولو ما ألبسها كثيرا، بس على كل حال أستخدمها.
ولعله بعض الصور يمكن موجود بها المحابس مالتي. عفوا وين السؤال؟ ها شنو هذا تكملة السؤال؟ له دخل؟ ما 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 فهمت هذا شنو علاقته بذاك؟ زهراء ما فهمت السؤال، عيدوا لأنه ما له علاقة. هذا سؤال التقية شنو علاقة بال؟ لا عزيز طبعا هو ما يجوز التجاوز على الإنسان العادي، فكيف بالمراجع يعني؟ أمر محرم بل من الكبائر، بل من الكبائر. أنا كتبت في صفحة الشخص الذي يتجاوز على المراجع ما يساوي قشر بصلة مرمية في مكب النفايات. لا لعن رموز المخالفين، هذا مو منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا مو منهج أهل البيت، ما كان عندهم هذا المنهج. والروايات الواردة في مثل هذه القضايا كلها روايات فيها مشاكل، مشاكل في السند، فهي غير ثابتة. وأين تعليقك عزيز؟ تعليقك غير موجود عزيزي. أحسنت 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 فعلا. إنسان عاجز يروح يسب، إنسان لو عنده مقدرة يرد مثل لا عزيز لا هل القصص القرآنية مجازية لأنه لا وجود لآثار تثبت حدوثها؟ هذا كلام غير صحيح. القصص القرآنية موجودة وآثار تثبت وجودها موجودة. من قال هذا الكلام عنده اشتباه. ووجود الآثار وعدم وجودها ليس دليلا على وجودها وعدم وجودها. لأن الآثار بعض الآثار ربما تكون قد اندثرت أصلا. بعد شو نسوي عزيز الجزائري؟ شو نسوي؟ أكو ناس ما عنده دين، شو يسوي؟ كل شيء. الإنسان اللي ما عنده دين كل شيء توقع منه. يعني هو لما كانت الناس تتعرض للإمام المعصوم، يعني إمام معصوم تتعرض له، ما تتوقع منه؟ ما يتعرضون للإنسان اللي هو يعني نائب الإمام وهو غير معصوم بالنتيجة. على كل حال لحظة خلنا نشوف شنو السؤال. لا عزيز لا يوجد مثل هذا الحال، لا يوجد تفويض للإمام علي في مثل هذه القضايا عزيز، لا يوجد. هل تعتقد أن علي عليه السلام تفوض له الخلق يحيي ويميت ويخلق؟ لا هذا غير صحيح، ما موجود أساسا. نعم ماذا نصنع يعني؟ هو علي بن أبي طالب الذي هو خير إنسان على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وآله، مع ذلك على المنابر لمدة قرن من الزمان. عزيزي ليس معلوما بأن من أرسل للنبي إلى موسى كان رجلا صالحا. يوجد كلام فيه، يوجد كلام فيه
يوجد كلام فيه. البعض يقول أنه أذن كان نبيا، إذا كانت الرائحة الكريهة رائحة نجاسة طبعا واضح إشكال، أما إذا كانت رائحة لكن ليست رائحة نجاسة لا توجد مشكلة. نعم نعم نعم، هم يعتمدون أن على أن عثمان، على أن عثمان لما حرق أحرق القرآن، فإذا هذه لو كانت، لو كان أمرا محرما لما فعله، فيحتجون بسنة عثمان على صحة حرق القرآن، وهذا أمر باطل واضح، لأن الحرق واضح أنه إهانة للقرآن الكريم. عزيزي يوسف، هذا الكلام يسمونه نعم عزيز، نعم نعم كانت عندي حسابات قبل 10 سنوات في أكبر منتديات السلفية، أشرس منتديات السلفية، وعلى البالتوك، لكن ما كنت أصر نفسي، ما كنت أصر نفسي. إذا تكلمت عن القرآن فمراجعكم جلها تقول بالتحريف. عزيزي هذا كلام الأطفال، يعني حتى مع احترامي لك، يعني هذا كلام الأطفال. أكثر مذهب ألف كتب في صيانة القرآن عن التحريف هو مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، مذهب الشيعة، وأنا أتحداك. تفضل أعطني، تفضل أعطني 50 كتاب ألفه علماء السنة في الدفاع عن القرآن، تحريف القرآن، وأنا أعطيك 250 كتاب، يعني 5 أضعاف. ما هذا الكلام؟ مرجع يقول بالتحريف، ما هذا الكلام؟ يعني هذا الجهل بعينه. وأصلا ما يعرف شنو مرجع، يعني كاتب هاي، يعني كل من يشوفها لابس عمامة، يعني هسه كل واحد سني طالع بالجسم نقول احنا هذا مرجع سنة. يستمعون إلى بعض الجهلة من الأطفال ويعتبرونهم يمثلون مدرسة أهل البيت. لا عزيز، لا هذا ولا هذا، كلاهما لا يعتقد بالتحريف، لا عزيز لا يعتقدان بالتحريف. وسيد نعمة الله الجزائري كتابه عقود المرجان وتفسير القرآن آخر وهو آخر مؤلفاتي، ذكر نصا عدم وقوع التحريف بالقرآن. أما الشيخ يوسف البحران لا أعتقد أنه يقول بتحريف، لا أعتقد أنه يقول بتحريف القرآن. أنا ما ببالي هسه، ما عندي الدليل، ولكن لم أسمع أن الشيخ يوسف البحراني عنده مثل هذا القول. كان معروفا عن سيد نعمة الله الجزائري ذلك، ولكنه ثبت بالدليل على أنه لا يقول بتحريف القرآن، وهذا كتاب عقود المرجان في تفسير القرآن، مؤلف في 5 مجلدات، وهو آخر مؤلفاته، يعني حتى لو كان عنده هذا الرأي فهذا الرأي ينفي ذلك. كيف مات معاوي؟ مات موتة طبيعية. شنو عزيزي، بعد فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام تزوج الإمام علي عدة نساء، بل ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه من سعادة المرء أن يكون له في كل عام عرسا. فسئل وأنت؟ قال أنا عندي 4 نساء، وعدد كل امرأة وصفاتها. وأقول تزوج أكثر من 4 نساء، يعني بالتوالي، يعني بالتوالي. نعم تفضل. ما الحد الفاصل بين الغلو والإنكار؟ الإنكار شنو عزيزي؟ الغلو هو وصف الأئمة أهل البيت بأوصاف لا تتناسب مع بشريتهم، مع كونهم عبادا لله، ولذلك هم قالوا قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله.
أنا من مقلدين سيد الخوي، أنا من مقلدين سيد الخوي، قلدته من الثمانينات ولا زلت أقلده لحد هذه الساعة. يا الله يا الله. أجبتك عزيزي، أجبتك عن الشيخ عبد الرحمن، أجبتك يا عزيزي. يعني شنو ما جاي يوصل الصوت؟ ما معقول. أجبتك عن الشيخ البحراني. قلت لك بأنه الشيخ البحراني ما معروف عنه هذا، ما معروف عنه هذا القول أبداً. المعروف كان عن السيد نعمة الله الجزائري، وثبت بالدليل القاطع أن السيد نعمة الله الجزائري لا يقول بتحريف القرآن، كما ورد ذلك في تفسير وإنا له لحافظون، في تفسير هذه الآية في كتابه عقود المرجان في تفسير القرآن. نعم عزيزي كتبت راجع. لا لا بقي على المدرسة الإخبارية عزيزي، بقي. لا لا عزيزي، يوجد رأي، يوجد رأي بأنه السيد السيستاني أصبح بمرتبة السيد الخوي، ولكن هذا الرأي غير صحيح، لأنه يوجد منهم أعلم منهم يقولون لا، لا يوجد مثل السيد الخوي. حسن، الشيخ حسن زاد الله يرحمه عالم من كبار علماء الشيعة، وأنا ما مطلع على كل مؤلفاته حقيقة، لكن مؤلفاته في الفلسفة كانت مؤلفات جيدة حقيقة، بأنه عنده شروح لبعض الكتب، عنده كتاب بالرجال، مو كل كتبه قارئة حقيقة، كتبه اللي طلعت عليها جيدة جيدة. سيد كمال حيدري، نعم نعم نعم، مثل ما ذكرت، الرجل عنده أفكار غير صحيحة، ونستطيع أن نقول أنه الآن هو أفكاره لا يمكن أن يوصف بسببها أنه شيعي أو أنه سني، لأنه أفكاره لا موجودة لا عند الشيعة ولا عند السنة. انحرافه، يوجد خلاف أن البعض يقول هو كان منحرف من البداية، ولكن كان يبحث عن ثبوت قدمه حتى يستطيع الكلام. البعض يقول لا، هو انحرف بسبب خروجه في الإعلام، وأن الإعلام أعطاه وساحة واسعة للكلام، فلذلك ظهر انحرافه في تلك اللحظة. فاضل المالكي لم يثبت اجتهاده، لم يثبت اجتهاده، وحسب معلوماتي أنه نشر إجازتين اجتهاد من عالمين وهما الشيخ التبريزي والسيد الروحاني، وكلاهما نفوا هذه القضية، يعني إجازة الاجتهاد اللي نشرها كانت مزورة. هذول يلعبون عزيز الجزائري، هذول يلعبون، يعني هذول يلعبون، يعني السيد الخوي شنو صار سيد بالعراق؟ من المسؤول عن إقامة الجبرية؟ عزيزي يوجد في إيران، يوجد في إيران محكمة خاصة يسموها محكمة علماء الدين، أي عالم ديني يصير عنده مشكلة تحول قضيته إلى محكمة علماء الدين، يلاحظ فيها الشيء الذي يحصل منه، وعلى أساس ذلك تحكم المحكمة، يعني شلون احنا نقول الحكم الخاص به.
حتى يمنع من نشر الأشياء غير الصحيحة. فهذه المحكمة الظاهر قررت أن السيد يستحق أن تقيد حركته بالنسبة إلى الإعلام. نعم. اجتهاد الشيخ اليعقوبي غير ثابت بالنسبة إلى أستاذي الشيخ الفياض وبالنسبة إلى عدد من العلماء. طبعا بالنجف ما سمعت أحد يقول باجتهاده، وهو أيضا الرجل ما حاول أنه يزيل هذه القضية من ذهنية الموجودين، يعني مع أنه هو درس عند السيد السيستاني ودرس عند الشيخ الفياض، ولكن حقيقة كان المفروض يكمل، يعني يكمل دروسه، لأنه هو ما كمل دروسه، استعجل في يعني وطرح نفسه يعني لأنه اجتهد. والشيخ الفياض هو آخر أستاذ درس عنده هو الشيخ الفياض، والشيخ الفياض أصدر فتوى خطية بأنه غير مجتهد. نعم سابقا كان يقول بها، ثم بعد ذلك سمعت بأنه يعني تراجع عنها. يعني حقيقة من يعني هو بالنتيجة المقاطع السيد الموجودة السابقة أنه يقول بال، وعنده كتاب، عنده كتاب في ذلك، وبعد ذلك يقال بأنه صار عنده مراجعة. يعني هل ثبتت عند العلماء علمية؟ شنو يعني ثبتت علميتها؟ كون عالم، إيه خبص عالم يعني، بس علميته يعني شنو؟ هاي القضية مو عند العلماء، هاي القضية تثبت عند أهل الخبرة، لازم واحد يروح يسأل أهل الخبرة عن ذلك. يعني العلماء ما لهم علاقة، إنما أهل الخبرة، لأن هذا اللي يحدد علمية الإنسان، اجتهاد الإنسان، هم أهل الخبرة وليس العلماء. العلماء خصوصا المتصدين، يعني اللي هم مصدين للمرجعية، لا يسألون عن هذه القضية، ولو سئلوا لا يجيبون، لأنه يقول لك أنا ما أجيب، أنا أتهم لو تحدثت بمثل هذه القضية. نعم نعم أحسنت، هو عنده كتاب اسمه الولاية التكوينية، عنده كتاب عزيز، عنده كتاب اسمه الولاية التكوينية، ولكن سمعت بأنه تراجع عن هذا القول. اليعقوبي يدعي بشهادة اثنان من المراجع، عزيزي ما له علاقة. أولا ذول اللي يقولون عنهم مراجع في إيران، وليش راح لإيران؟ ليش يروح لإيران؟ هو مرجع بالنجف، يعني معقولة السيد السيستاني مرجع داخل النجف ويروح يجيب شهادة اجتهاده من خارج النجف؟ شو يصير؟ يعني هذا واضح، يعني القضية فيها كلام. بعدين ذول يقولون مراجع اللي في إيران ما بهم واحد مرجع، أنا شفت أسماءهم كلهم، وبعضهم عندهم تاريخ مو زين أصلا، يعني عليهم كلام مو زين. أريد آية تثبت التوسل بالنبي وأهل بيته، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذه الآية. نعم. لا ما قال أبو بكر وعمر، لا هسه لو صحت هذه الرواية ف ما موجود بها أسماء عزيز. في حالة وفاة السيد السيستاني ما يكون المرجع الأعلى بعده، علمه عند ربي، ولكن الآن الناس بالاحتياطات الوجوبية ترجع للسيد موسى الشبيري الزنجاني، حسب تشخيص أهل الخبرة هو الشخص الأعلم بعد السيد السيستاني. السيد صادق الشيرازي نعم مجتهد. ما حقيقة أن المرجع يجب أن يشهد لنفسه؟ ما يشهد لنفسه؟ المرجع لو شهد لنفسه لا يؤخذ بكلامه، لأنه التجربة لا تثبت نفسها عزيز، هذا عن أمر واضح. يعني شلون يعني يشهد لي؟ أنا أقول أنا عالم، أصلا موجود عندنا بالروايات من قال أنا عالم فهو جاهل، ما يصير عزيز، ما يصير. المرجع يشهد له أهل الخبرة، وهذا موجود في كل ما، فهذه موجود في كل رسائل العلماء. ممكن توضح لنا فتوى السيدس عن قبول أعمال غير الشيعة؟ مو قبول عزيزي، إجزاء أعمال غير الشيعة مجزية وليست مقبولة. مجزية يعني معناتها باكر ما يتحاسبون على هذه الأعمال، ومقبولة يعني تحصل عليها ثواب. يعني فأعمال الإنسان غير الشيعي إذا كانت موافقة للفقه اللي كان يعتقد به فهي مقبولة، يعني ما يتحاسب عليها، ولكن ما يحصل من وراها ثواب. خلاص هاي
وين الآية موجودة؟ شنو هي آية قصدي؟ أي آية يا عزيز؟ أنا قرأت الآية. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني شنو بيه؟ آية قرأت، طلعها من القرآن. ماكو إنسان يدخل الجنة بكيفنا عزيزي، ولا يدخل إنسان بكيفنا الجنة. الجنة والنار هذا أمر رب العالمين. الشيء الثابت عندنا أنه لا يحاسب على هذه الأعمال، أنه لا يقول له ليش ما صليت، يقول لا صليت بس كل شيء ما يحصل من صلاته، بس فقط ما يحاسب. لكن الدخل الجنة لا، ما الدخل الجنة يبقى بعد هو أعماله. شنو أعماله مسوي؟ أحسنت أحسنت، جزاك الله أحسنت. نعم هو هذا الصحيح. يعني الناس ليش؟ نعم خرج خرجت دعه عزيزي حسين. هؤلاء ناس يعني عقولهم، يعني اجتهاد الشيخ عدي الأحسن ما ثابت عزيز، ما ثابت اجتهاد الشيخ عدي الأحسن. أنا ما سمعت أحد يقول باجتهادي. لكن علي كلام، لأنه ادعى قضايا علمية وكذا واكتشافات، وطلع بأنها كلها مزورة غير صحيحة. ما حقيقة إخراج جثة عمر طري؟ وين هاي؟ ما صار، ما سمعنا، هاي ما سمعنا. ملا صدر عالم من علماء الشيعة لكن ليس من الفقهاء. بعض الناس يعتقدون بأنه عقيدة منحرفة، وبعض الناس يعتقدون لا، أنه ليس منحرف العقيدة، ولكن المنهج اللي سار عليه مو ديني بحت، يعني مو مطابق للأدلة الواردة عن أهل البيت وعن في القرآن وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يوجد خلاف بين، ولكن حسب رأي السيد الخوي ليس في عقيدته الشيء. شنو الولاية التفويضية عزيز؟ برأيكم منهج حاج رحيم الأسد عزيز؟ هذا رجل مدعي، رجل مدعي. أنا رددت عليه أكثر من مرة، رجل مدعي. هذول بعض الجهلة طالعين مسوي لك، كل واحد مسوي له مجموعة ويثرموا برؤوسهم بصل. وكل من تروح تسأل عنه نسب نفسه إلى فلان عالم حتى يخفي نفسه، هذا وذاك الثاني، ذاك يسمونه سيد الصدر، صدر الدين ما يسمونه، ذاك الثاني يتماوت في منطقه، وهو حتى قرايه ما يعرف يقرا، وصاير ليش اسمه لابس عمامه ويضحك على العالم، ورا ما يخلص المقطع مالته يقولهم تبرعوا لهذا، تبرعوا عندنا حسيني. أنا نشرت عنه في حسابي، أما رحيم الأسدي نشرت عنه في الفيسبوك.
نسبة تتجاوز 99% من هؤلاء الذين يعملون بهذه الطرق، ما طرق وكذا وما الطاقة وما أدري شنو العرفان، كذابون ومدعون، وكثير منهم ناس منحرفون حتى عقاديا، ولكنهم يعيشون على غفلة الناس وسذاجتهم وجهلهم. أحسنت أحسنت، نعم لطيف صدر الدين، هذا أيضا من الناس الذين لا يساوي شيئا. أحسنت. هل السيد الخامنئي مجتهد؟ نعم، يوجد من أنا رأيت أن يشهد له بالاجتهاد. نعم هل أهل الخبرة تعتقد بعلمية ومرجعية الصرخ أم لا؟ لا عزيزي، ما حد يعتقد باجتهاده، شنو علميته؟ أصلاً من يقول هو مجتهد؟ أصلاً هذا الصرخ حتى كتاب كفاية ما دارس. الولاية التكوينية للأمة مطلقة أم لا؟ شنو مطلقة قصدك يعني؟ شنو قصدك مطلقة؟ لا توجد ولاية مطلقة إلا لله سبحانه وتعالى. إنما لهم ولاية تكوينية، لكن هل هي مطلقة؟ بمعنى لو قلنا مطلقة يعني معناته أنه لا فرق بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر غير صحيح. أصلا مو سيد هو، وممكن كل شيء يصير، النتيجة كل شيء يصير. قصدك ها، قصدك على الصرخ؟ إي طبعا طبعا، هو لامي يعني من أول صرخة لامي. إي نعم أحسنت، نعم نعم. لحظة أجيب قلم ورقة وقلم، لأن أنا خارج البيت حتى أكتب بعض الأسئلة. يا الله بعض الأسئلة ما عندي جواب حاضر، فلذلك أحتاج إلى كتابتها. رأيت بعض الأسئلة من الضروري كتابتها، لأنه أجيب عنها في وقت آخر. تزوج روسية؟ إذا كانت مسلمة شنو المعنى؟ إذا كانت غير مسلمة طبعا مصر.
نعم، الآية القرآنية وكل شيء أحصيناه في مبين، هذه راح أنزلها بمقطع لأن هاي سئلت عنها أكثر من مرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شريعة مداري مرجع أم زالت عنه المرجعية؟ شريعة مداري مرجع طبعا، ما زالت عنه المرجعية. يا ريت شيخنا من الروايات أهل البيت والتفسير. نعم، يا الله استر. سألني من الساعة الأخ عن الشيخ يعقوب، عن اجتهاد الشيخ يعقوب. من ناحية علمية عزيزي، أنا استمعت إلى درسه في، يعني آخر شيء استمعت له هو درسه في تدريس الكفاية، كان درس ضعيف. نعم الشيخ النجفي أكيد مجتهد، هذا أمر ما بيه شك أساسا. تصير شنو؟ تصير صديق؟ شنو صديق؟ ما فهمت. صديقك؟ أنا كنت ألتقي به دائما، كان يجي أحد أساتذتي، رجل جدا بسيط، أنا استغربت حتى لما سمعت بأنه ادعى الاجتهاد أو ادعى المرجعية. استغربت أساس. عليكم السلام. علي الوردي كاتب منحرف، نعم كاتب منحرف، ما عنده أفكار جيدة، وحتى تحليلات حتى تحليلات الاجتماعية بها كلام، وأنا قاري عنه بعض الكتب اللي ترد عني منذ السبعينات، أكو ناس ردت على علي الوردي أكثر من جهة، ومو جهات دينية أصلا، حتى جهات أكاديمية. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت بأن في الموسوعة هاي يحتاج شو اسمه، نحتاج نتأكد منها، نطلعها في مكانها حتى نشوف. يعني ليش، شنو قصد السيد لما يقول الإمام المهدي يقع بالغفلة؟ سيد محسن شنو قال؟ منو قال لك سيد محسن؟ سيد محسن الحكيم، سيد محسن الحكيم دارس عند السيد اليزدي ومن طلاب السيد اليزدي. نعم، سيد الأصفهاني السيد اليزدي، بس أعتقد السيد اليزدي أكثر.
عزيزي السب محرم السب محرم بحسب فتوى المرجعية. السب محرم، يحرم الفحش من القول وهو ما يستقبح التصريح به إذا كان مع الناس. وقال تعالى في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الحدث الأصغر هو اللي يوجب الوضوء، الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. منو هذا عزيزي؟ منو؟ طب بالنتيجة شنو يعني؟ إذا واحد عضاك، إذا حيوان وعضاك، شو تروح تعضه؟ ما لك علاقة، عادي، أكو مشرفين يتعاملون معاه عزيز. طب ممكن كل مكان يفقد الإنسان فيه دينه أو يتأثر فيه دينه يجوز، لا يصح. عظم الله أجركم بوفاة الشيخ المقدسي رحمة الله عليه، كان فعلا خطيبا وإنسانا يعني رائعا. عزيزي تقول لك رواية كوبيها لعن، تفضل تلنا اسم الرواية، تلنا مصدر الرواية. مصدر الرواية انطينا. انت كاتب اسمك غلط، ترى كلمة مناظر ترى بالضاد تلقاء مختصات. يعني اذا انت حتى اسمك كاتب غلط. نعم؟ وماكو شيء. عفوا سيف، شنو قصدك دون الآية قصدك؟ نعم الآية إن شاء الله. نعم دونت. في السبي، السبي كان في وقت آخر، الآن ما موجود هذا. لا عزيز ما بنتقبل. تمام. نعم. نعم، منتقل سيد مقتدى. المعروف أن عددهم 72 إنسان. حسن الكشميري شخص منحرف ومريض نفسي. سيد حسن الكشميري منحرف ومريض نفسي، وهذا معروف يعني، وهو من أعداء المرجعية أساسا، شخص مريض. وممكن حتى الإنسان العادي ممكن يشوف الإمام الحجة بالمنام، ولكن شنو الفائدة؟ التقيت بيه مدرسة اليزدي، كان عنده درس بالألفين واثنين اعتقد. عزيزي مدينة المعاجز هذا مو مصدر، هذا كتاب حديث، يعني الروايات اللي بيه ما ممكن الاحتجاج بيها، لأنه
فرقة القزوين شخص منحرف. المدارس كثيرة عزيزي، المدارس كثيرة، جاء سير تبليغات على البث، جاني تنبيه، لا تكثروا من السؤال عن الأشخاص لأنه جاني تنبيه بالتبليغ. شوف، روح للمكتب مالتهم واطلب لقاء السيد، شنو المشكلة؟ قضية الزهراء قضية ثابتة يعني، خلاص ما بيها شك. هذا عندنا كتاب سليم بن قيس والقصة كاملة موجودة فيه. عزيزي عندك روايات تتحدث عن قضية؟ إذا ما تقدر تتمكن أرسلها على الخاص حتى أبين لك إذا كانت الروايات هذه صحيحة أو لا. لا ليش يطردونك؟ ليش يطرد؟ ليش يطردونك يعني؟ يعني هو أنا حقيقة ما عندي علم يعني، يعني اللقاء مع السيد أمر ممنوع؟ ما أعرف. السيد ما له علاقة بقضية المستشفى أساسا. قضية المستشفى هاي انتشرت عن طريق شخص عليه تهم جنائية، المفروض التحقيق يصير من جهة أخرى ويبينون القضية. ماكو بعد ماكو يعني مجاملة، إذا أكو فشي يبينونه، ما أكو شيء يقولون ماكو شيء. وقضية المدرسة اللي سواها تبين بأنه السيد بريء منها أساسا، وهذا اللي مسوي القضية كان طمعان أنه ياخذ المدرسة ويستفيد من عدها ماديا. حتى أولاد المرأة طلعوا واعتذروا وقالوا هذا الشخص سواها بدون ما ندري، هو واحد من أحفاد المرأة المتبرعة. وتبين السيد ملتزم بال ملتزم بال بالوقفية. أحسنت، نعم والله حقيقة أنا ما متابع، بس اللي أعرفه إنه هاي قضية قضائية المفروض تتابع قضائية. إحنا ما نجامل أحد يعني بالنتيجة. لا، ليس من واجب المرجع يتحدث إلى الشعب، لا. ومن قال لك بأن الإمام كان يتحدث إلى الشعب؟ بعض الأئمة أساسا كانوا ما يطلعون من بيوتهم، هذا أمر طبيعي. المرجع أو الإمام المعصوم كل واحد منهم هو أعرف بتكليفه. لو كانت هناك مصلحة في الحديث مع الناس تتحدث. يعني خب إحنا ما معقول ناخذ أحكامنا الشرعية من عنده ومع ذلك نقول له نقول له مثلا سوي هيك ولا سوي هيك. بعد الله ما عندي حقيقة، أنا ما عندي. شنو البترية؟ شنو المقصود بالبترية؟ ما فهمت البترية شنو قصدك؟ البترية قصدك إذا الناس اللي تعتقد مثلا بصحة فكرة أو ما شابه، شنو البترية؟ لأنه هواي ناس يستخدمونها بس الظاهر ما فاهمين شنو معناها.
عليكم السلام ورحمة الله. لا لا، ذاك الوقت ما كان اكو صورة عزيز، زمن صدام الحكي انا التقيت فيه مو هسه. وين اكو كان اكو صورة؟ زمن صدام اكو صورة؟ بعد هذا شخص منحرف شو تسوي؟ الإمام الصادق عليه السلام كان عنده مواقف من الثورات، يعني أكثر الثورات اللي حصلت أكثرها طبعا ما كانت سليمة، ما كان يأيدها، وبعض الثورات نعم كان يميتها. يا عزيزي كاميرات أكو، بس كان الكاميرات وين؟ أنا التقيت فيه مكان مال درس، يعني كاميرات بداك الوقت شنو واحد شايل كاميرته وياه؟ التقيت فيه بداخل مدرسة. لا لا عزيز، شو اسوي بجيش المدى عزيز؟ شو اسوي بجيش؟ شنو منو أحسن كمرجع عزيز؟ ماكو شغلة أحسن، مرجع يقلد على أساس أعلميته، ماكو أحسن عزيز، أحسن ما أحسن، أعلم يقلد خلاص. ماكو هيش نسبة عزيز، ماكو هيش نسبة كتاب 90%، ماكو هيش نسبة، ماكو كتاب يكون صحيح 100% إلا القرآن الكريم. لا عزيز، الفتوحات الإسلامية ما كانت بتأييد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما كانت، كان عندهم رأي بأنه لابد من تحصين الأمة الإسلامية بدل الخروج إلى البلدان وفتح البلدان، ولذلك لم يشارك لا هم ولا أولادهم في هذه الفتوحات. حسب ظروف الطالب المفروض يخلص مقدمات ثم يتعمل. بس على كل حال اذا البتريه هذا معناه فهذا الناس مخطئين يعني منحرفين. ما فائده الامام المهدي في غيابه؟ عزيز هذا موجود، اكو نص، اكو بالصفحه مالتي، على الصفحة موجودة أيضا في على قناة يوتيوب، موجودة أيضا على الفيسبوك، مقطع كامل حول قضية فائدة الإمام في حالة الغيبة. لا يقال فائدة ولاية التكوين، إنما هي يعني حق، يعني صفة من الصفات أو حق من الحقوق، صفة من الصفات، قدرة من القدرات التي منحت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأئمة لم يستخدموها ترى كثيرا، إلا نادرا ربما استخدمت، إلا هي صفة من صفاتهم يعني من الأمور الثابتة عنهم.
ما الفرق بين معجم رجال الحديث الشيخ المفيد ومعجم رجال الحديث السيد؟ ما الشيخ المفيد ما عنده معجم رجال عزيز، انت مشتبه. رسالة في حجية مراسيل ابن أبي عمير للسيد السيستاني مطبوعة عند المكاتب، ما متأكد حقيقة. عادي نشهد الشهادة الثالثة في الصلاة؟ لا لا تشهد، لا تشهد. إذا كنت ترجع إلى السيد الخوي أو السيد السيستاني لا تفعل ذلك. عزيزي بحار الأنوار لا يحتج به لأنه كتاب ألف في القرن الحادي عشر، إذا تيت عندك رواية طلعها من الكتب المعتبرة، طول الكتب اللي ألفت القرن الرابع القرن الخامس القرن الثالث الهجري. عليكم السلام ورحمة الله. رواية باطلة عزيز، رواية الشاب الأمرز رواية باطلة وعلماء السنة يرفضونها. نعم بعض العلماء قبلوا بها ولكن يرفضون لوازمها، يعني أنه بعض الأشياء يقبل بالرواية ولكن لا يقبل باللوازم. أحسن. هل يجوز تكفير أي شخص قال؟ لا عزيزي ما يجوز، أي إنسان يشهد الشهادتين لا يجوز تكفيره إلا إذا أنكر شيئا يؤدي إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نعم بصائر الدرجات، نعم شنو موجود بصائر الدرجات؟ لا طلع الصفحة، طلع الباب، إذا هو باب طلع الباب حتى واحد يكلمه من الباب. اكتب شنو النص، اكتب النص، شنو النص، اكتب لي النص، اكتب لي النص، حد طلع الأسى طلع لك اياه، اكتب لي النص. ابو لؤلؤ في كلام، البعض يقول مسلم البعض يقول لا لم ليس مسلم. إن شاء الله حنزل عنا مقطع خاص أبو لولو. المشهور عنا بأنه ليس بمسلم، لكن حقيقة القضية تحتاج إلى تدقيق يعني مراجعة. ما نقدر نتهمه بأنه كان مجوسي أو كان غير مسلم إلا أن نتأكد من الأدلة فعلا أنه كان مجوسي. إذا كان مجوسي كيف دخل إلى هذا المكان؟ هو كان ممنوع في ذلك الزمن دخولهم حسب يعني شو نحن نقول التعليمات اللي وضعها عمر بن الخطاب. نعم عزيز دز على الخاص، نعم دز على الخاص، وإذا دزيت المصدر دز حاول. دز الباب لأنه عادة الكتب الروائية بها أبواب يعني. ورقم الحديث إذا أمكن بعد يكون أفضل. يا الله يا كريم. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. الخليفة الأول ما فهمت.
شنو قصدك بالخليفة الأول؟ نعم، أبو الأولوى كان عبدا للمغيرة بن شعبة. يقول البعض بأنه قتل عمر كان مؤامرة، وكانت مؤامرة أموية لوصول الحكم إلى عثمان بن عفان. هسه قيل هكذا، لا طبعا لا يجوز التعبد بأكثر من مذهب أو لا بأي مذهب، بأي مذهب ويقول لا يجوز ذلك. وقد رد العلماء هذه القضية بأدلة وبحوث كتبت ونشرت. عزيزي، ما ثابت عندنا هذا منهج كان يتبعه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لعن رموز المخالفين ما ثبت عندنا عنهم أنه منهج عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزي، هذا البث ما بي صعود، البث هذا فقط تعليق. إذا عندك شيء تقدر تكتبه بالتعليقات، إذا التعليقات ما تكفيك تقدر تدخل على الخاص وتراسلني، وما عندي مشكلة أتحدث معك بعد البث طبعا. يا الله يا عظيم يا كريم. المصباح الفقاهة للخوي، شنو هذا المصباح الفقاهة؟ جهرا أمامهم لم يثبت، بس اللي عرفه كانوا يلعنون. شلون تعرفه كانوا يلعنون إذا كان جهرا؟ ما تعرف، ما في. كيف ماتت فاطمة الزهراء عليه السلام؟ واضح من قصة اقتحام القوم للبيت، وماتت بسبب ما وقع لها بعد أبيها سلام الله عليه. نستطيع أن نقول ماتت متأثرة بالحدث، لأنه هي ماتت مو مباشرة، إنما ماتت بعد مدة اختلف فيها، قيل شهرين، قيل ثلاثة، قيل ستة أشهر، حسب الروايات الموجودة. لذلك روايات استشهادها عليه أفضل الصلاة والسلام متعددة حتى عندنا. واضح اقرأ كتاب سليمان بن قوس. اقتحموا البيت مرتين، مرة دخلوا أرادوا الدخول ورجعوا بسبب سماع صوتها عليه السلام، ثم بعد ذلك دخلوا وهددوا بالنار ودخلوا واقتحموا البيت. يجب عليك تطبيق أحكام الشك. لماذا خطباء لم يذكروا منهم الصحابة والتابعين الذين رضي الله عنهم حسب النص القرآني؟ حسب النص القرآني عزيزي، ما ذكروا بالأسماء، إنما ذكروا بالصفة، إنما ذكروا بالصفة وليس بالأسماء. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزي، هذا حكيم ولي حكيم بن حزام. أنا ماذا دورت علي؟ أنا خارج البيت الآن، يعني في مكان آخر، يعني إن شاء الله غدا عندما أرجع إن شاء الله أتابع لك القضية. عزيزي، روح طبق الأحكام. جمانة، هذا الكلام التفصيلي موجود على حسابي، يوجد مقطع مثبت فيه قصة اقتحام الدار من قبل الجماعة، كل القصة كاملة في كتاب سليم بن قيس، منشورة القصة كاملة.
اخوان لا داعي للرد على التعليقات حتى اعرف السؤال وين جاي يتوجه، لان التعليقات ما صار بها اختلاط يعني. خلي الشخص اللي يسال يخلي سؤاله حتى اقدر اشوفه، لانه بالنتيجه جاي يشوف الاسئله والاجوبه مختلطه يعني، ما اعرف الكلام الموجه لي من كلام الموجه الى غيري. رجاء يعني لا حد يجاوب يعني، حتى لو سال وما حد جاوبه لا تجاوبه يعني، ما لك علاقه لا تجاوب. ما رايك في روايات اهل السنه في صحيح مسلم ان النبي سب صم؟ نعم هذه روايات موجوده، شنو المشكله؟ هاي روايات موجوده. هل الوحده الاسلاميه واجبه او مستحبه؟ الوحده الاسلاميه طبعا واجب، لابد ان نتوحد. الزهراء ما عندما استشهدت وقع كلام في عمرها، المشهور انها استشهدت بعمر 18 سنه. نعم نعم نعم. بالنسبه اذا ليس السم يعني الشتم، بالنسبه للشتم هذا كلام غير صحيح اساسا، مرفوض مرفوض. اخوان لا حد يرد على التعليقات رجاء يعني، لانه ترى جاي يصير عندنا شو اسمه، جاي يصير عندنا تداخل بالتعليقات. السؤال اذا ما موجه لك ليش ترد عزيز؟ اذا اكد اكثر من مره على شخص بين ما يسوي شيء، ترى المشرفين جسمي يحضرونه، فالشخص اللي كلام ما موجه له ما يصير يرد عليه، واضحه القضيه يعني، ما يحتاج لها جسمي، لانه بالنتيجه انا اذا اعرف السؤال موجه لمن حتى اعرف الجواب، وحتى السؤال اللي ما جاوب عليه اكتبه اذا ما كان جوابي حاضر. عزيزي المشرفين موجودين، بس بالنتيجة الإخوان جاي يجاوبون، وهذا اللي أنا أعترض عليه، ما العلاقة بالجسم ما عنده مشكلة أساسا. نعم الزيدية يعتبرون من الشيخ من عفوا من الشيعة، ولكن فقههم فقه سني. ما تتنافى عزيزي، ما تتنافى، أي ما تتنافى. الوحدة الإسلامية مو تعني بأنه تتخلى عن خصوصياتك، لا أبدا. الوحدة الإسلامية تعني أنه ما دام توجد مشتركات بين المسلمين لابد أن نفعل هذه المشتركات فقط، لأنه القضايا الأخرى، القضايا التي يختلف فيها المسلمون فيما بينهم ليست سببا لاختلاف المسلمين حاليا، إنما أسباب هذه أشخاص عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فالشخص السني الموجود الآن ليس مسؤولا عن فعل عمر، ليس مسؤولا عن فعل أبو بكر، ليس مسؤولا. فبالنتيجة إحنا ما نحمل مسؤولية فعلهم. نعم هو إذا علم بما فعل ورضي به فيتحمل إثم، لكن مو حقنا عليهم أن نحاسبهم، لا، وإنما نقول لهم أنه هذا خطأ والمفروض ما تأيدون. ما دام قد ثبت عندكم فعل أحد ما أيا كان، أبو بكر أو عمر أو غيره، أي شخص ثبت عندكم أنه هو قام بفعل غير صحيح، فلا بد شنو؟ لا بد أنه ما تأيدونه إذا هذه أفعاله. عزيزي علي أجبتك، أنا قلت لك ترى هاي القضية ما وصلت معها الحد، لأنه أنا خارج البيت الآن، أنا مو ببيتنا، خارج البيت. نعم نعم لكم أجر، نعم نعم لكم أجر النصيحة. أهل الخبرة هم العلماء المجتهدون وأساتذة البحث الخارج، معروفون داخل الحوزة. عزيزي الحوزة هي مؤسسة علمية، فالمؤسسة العلمية معروف يعني، أنت لا تدخل إلى الآن كلية الطب مع تعدد أساتذتها تعرف، تدخل كلية الطب يقول لك فلان أستاذي الفلاني المميز، معروفة يعني ما يحتاج يعني.
يرجى من الأخوان إعادة أسئلتهم لأن الأخوان جاوبوا عن بعض الأسئلة وذلك صارت توسع. محمد باقر المحمودي، نعم معروف بأنه محقق جيد. ماكو إنسان كلامه يؤخذ رأس مال عزيزي، نحن نقول هذا محقق جيد مو معناته كل اللي يقوله صحيح، ماكو واحد معصوم. إذا قال كلام يطابق الواقع خلاص نأخذ منه، أما إذا وقع باشتباه عادي. نحن أساسا مرات نرد على المحققين نقول المحقق الفلان اشتبه، فماكو محقق يعني خلاص كلامه نهاية الكلام، لا كل إنسان ممكن يؤخذ منه ويرد عليه. نعم إذا تابت تاب الله عليه، نعم إذا تابت تاب الله عليه. مو صحيح، السيد السيستاني لا يقبل بهذا الكلام لأنه هذا غلو، الغلو غير صحيح. نعم 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 عزيزي، المحقق مع كل هذه القضايا يبقى إنسان ممكن يشتبه، يعني عادي ممكن يشتبه، يمكن يعتمد على مصدر يطلع المصدر به خطأ، فقصدي هو إنسان أول وتالي هو إنسان. عزيزي انت ما جاي تشوف اكو ناس تنحضر، دول جاي يحضرهم مشرفين. حياك الله عزيزي حسين، حياك الله، الله يحفظك. الله يحفظ. بعد الأسئلة اللي تفوتنا حاولوا تعيدوها لأن بعض الأخوة كان يجاوب وتصير التعليقات كثيرة فتتحرك التعليقات ما أتمكن من قراءتها. الله يحفظكم، الله يحفظكم إن شاء الله يحفظكم. سلام عليكم للوالدة، الله يحفظكم. أنا ما أتعجز عن الإجابة عن الأسئلة، ولكن بعض الأسئلة تحتاج يعني إلى قراءة حتى واحد يجاوب، ما يصير يجاوب بأي طريقة. يعني هل كتاب سليم موثق؟ هل خبر تضعيفه صحيح؟ العزيز ما أكو خبر فيه تضعيفه، كتاب سليم كتاب صحيح ومعتبر عند علماء مدرسة أهل البيت. هل يوجد رد للسيد السيستاني؟ شنو رد على شنو؟ شنو الرد؟ رد على شنو بالضبط؟ سيد السيستاني الآن طبعت تقريرات دروسه 24 مجلد، خليه يروح يقرأ الكتب مالته موجود بيها. حياك الله عزيزي سلوان، الله يحفظك، حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هو حور العين؟ شو هو؟ هو شلون هو؟ الله يحفظكم، إياكم الله يحفظكم. كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف الغامدي معتبر؟ نعم مقبول، لا يمكن القول معتبر لأنه كلمة معتبر معناتها تصحيح، فناس لا نستطيع أن نقول، لا يوجد عندنا كتاب معتبر بشكل كامل. أفضل ما يمكن قراءته في مقتل الحسين هو ما كتبه الشيخ المرحوم المحمد الريشهري اللي هو كتاب الصحيح في مقتل الحسين وآثاره. عادي عزيز دائما هذا، وبعد اذا الامام علي عليه السلام صار هات علي هجمه، بس ما تصير على السيد السيستاني هجمه، عادي عادي. هل يجوز سب اهل السنه والجماعه؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، هذا واضح يعني انه اساسا السب محرم عندنا. في النجف نعم قيل الشيخ الطوسي، قبل الشيخ الطوسي البعض يقول بانه كانت توجد مدارس، ولكن يعني هذا امر يعني
يعني ضعيف، ماكو دليل عليه ثابت قطعي، قطعي دليل قطعي قبل الشيخ الطوسي او حوزه بالنجف امر غير ثابت او غير قطعي على اقل تقدير. سب اهل السنه غير جاهز. عزيزي، قوانين الجنة في يوم القيامة، قوانين الجنة في يوم القيامة ما تشابه، ما تشابه قوانين الحياة. فالإنسان في يوم القيامة عندما تكون له جواري، يعني تكون له حور العين، فهذه الحور العين تكون يكون عددهم مو محدد حتى نقول تزواج أو ما، وإنما هذه الحور بخدمة هذا الرجل فقط. قد يكون عددهم أكثر من 4 5 ولعله حتى ألف امرأة، يعني ألف حورية. إحنا نسميها حورية لأنها من يعني لأنها هي نساء في أعلى درجات الكمال شلون إحنا نقول المرغوب فيه بالنسبة للرجل. ولو زوجة الإنسان، ولو زوجة الإنسان كانت من أهل الجنة فإنها تأتي يوم القيامة بجمال يفوق حتى جمال الحور العين. عزيزي، الآن يرجع في القضايا الاحتياط الوجوبي للسيد موسى الشوبيري الزنجاني. الله يحفظ، الله يتقبل أعماله، الله يحفظ. نعم 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 تفضل. هل يجوز سماع بدون موسيقى، سماع الأغاني؟ لا يجوز ذلك.
عزيزي لا يوجد صعود في هذا البث. ماكو مانع عزيزي. اتباع المرجع في القضايا العقائدية بمعنى القناعة بأدلته ماكو مانع، ماكو مانع من ذلك. نعم. تفضل عزيزي، عندك استفسار كتبه كتابة. الأعمال الموجودة في يوم الغدير طلع المفاتيح الجنان، أكو واحد ما عنده مفاتيح طلع مفاتيح الجنان وقرأها. عليكم السلام أبو محمد، حياكم الله. لا يجوز استماع الأغاني بموسيقى أو بدون موسيقى. الصوت موجود، نعم الصوت موجود. الله يحفظك، حياك الله أبو محمد، الله يسلمك، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الأشخاص الذين عندهم أسئلة طويلة ما ممكن بالتعليق يكتبوها، يقدرون يدخلون على الخاص ويرسلوها وإن شاء الله أجيبهم في أقرب فرصة. هل هناك إشكال بأن بنت تكون خادمة صاحب العصر والزمان؟ شلون خادمة يعني؟ بما هي معنى خادمة؟ الإنسان ممكن يقول خادم، ولكن خادم بمعنى أي شيء، خادم يعني إلى أكثر من معنى. عزيزي مفاتيح الجنان طلعة وحتلاقي بيه الأعمال، لأن طلع لك أسا من الكتاب، التليفون جاي، التليفون نفسي تجاي راسلك من عنده. دابت الأرض هل تحتاج إلى مراجعة؟ لأن هل هي الإمام علي؟ إذا عليها علامة الصليب طبعا بإشكال الكلام معهم إذا كانوا من الممكن يتأثرون به. نعم هذا سؤال محرج عزيزي، أنا ما حد عممني. أنا عندما دخلت النجف كنت يعني جئت بعد أن كنت محكوم مرتين، لما جئت إلى النجف سكنت ببعض الفنادق قبل أن أشارك بالامتحان حتى
أدخل داخل المدارس بشكل رسمي. وخلال فترة تواجدي بالفنادق الأمن كان يراقبون الناس بشكل، الطلبة يعني الشباب يراقبونهم، وكان يسألون الأشخاص غير المعممين هويتك وما هويتك وكذا، وكان يودون هاي مال القدس وما قدس. ومرة دخلوا إلى أحد الفنادق ألقي القبض على شباب بالصدفة، وخطية طلع عندهم مشاكل وبعضهم كانوا هاربين ومشاكل. فاضطريت أروحا إلى الإمام وألبس العمامة هناك. فذهبت إلى الإمام وتبركت به عليه السلام ولبست العمامة وخرجت، حتى لا، لأنه الأمن ما كانوا يوقفون المعمم، لكن الشاب بدون عمامة يشوفونه داخل الفندق كانوا يعني يسألون هويتك وما هويتك، وكانوا يقضون ياخذون اذا تعلم شنو ويانا القدوس. لا لا عادي عادي، مو محرج، بس انسألت عنها اكثر من مره. هو جوابي يعني، حتى لما دخلت امتحان الحوزه سالوني هذا السؤال، يعني كان سيد الصدر كان مسؤول في اللجنه اللي كان مواضحها السيد. انا طبعا شنو ذاك الوقت سمعت، يعني حقيقه سمعت بانه السيد الصدر قال اذا واحد يريد يتبرك بالعمامه ممكن يتبرك بالعمامه داخل العتبه. فخلص انا رحت، حتى من سيلوني قالوا منو عممك؟ قلت لهم انا ما حد عمم. قال انت شلون تعممت؟ قلت لهم انا نعم سيد محمد الصدر، لان هو اللجنه كانت من عندها، هاي اللجنه مسؤوله عن الامتحانات كانت، لانه كان مسؤول عن الحوزه. فقالوا لي ليش شلون تعممت اذا لما عد معمم؟ قلت لهم انا سمعت انه السيد الصدر يقول اللي ما حد معمم ما يقدر يتعمم داخل العتبه. فذهبت وتعممت. طبعا واحد منهم قال لي زين انت شلون تاخذ الحكي هيك؟ دولي اللي قالوا لك هذا كلام مشتبهين. قلت له والله اللي خبرني واحد ثقه، ولذلك انا عملت بوظيفتي وصدقت بي. فسكتوا. طبعا انا بيه نجحت نجحت، حتى انه لما سالوني بعض الاسئله قالوا لي كم كتاب كاتب؟ انا كنت كاتب اسماء الكتب الكاتبه، طلعت له اوراق ضبت اوراق. قال هاي شنو؟ قلت له هاي الكتب القارئه. تفاجئ طبعا هو. قال هاي كلها؟ قلت له هاي كلها الكتب القارئه. قال ضمها 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 نسالك ايش بدون ما. الحمد لله. نعم إن شاء الله رؤية الأمة إن شاء الله كلها خير. أفضل كتاب بعد القرآن الكريم بحسب رأيك؟ نهج البلاغة والصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية بعد أحسن. أنا مقلدي السيد الخوي. عفوا وين السؤال؟ عفوا ما شفت السؤال، ما واضح السؤال. واحد كاتب يعني شيخ انت ما داخل حوزه لو شنو؟ شنو ما داخل حوزه؟ عزيزي الناس اللي بالحوزه كانت تدرس بالبدايه، كانت الانسان بالبدايه ما يلبس عمامه، لكن انا كنت مطلوب، يعني لو قاضيني باي سبب من الاسباب كان ممكن اروح بيها، لان انا كنت محكوم مرتين قضايا سياسيه، يقضوني داخل النجف يصير لك مشكله. وفعلا قضوا جماعه طلعوا كان عندهم قضايا سابقه، وحتى جماعه عدموا. فلذلك اضطريت اروح البس عمامه حتى اضيع عن حالي حال المعممين، ما حد ينتبه لي. هاي طبعا انا كنت بالحوزه، طبعا اصلا انا كنت ادرس قبل لحظه. لا عزيز السيد الخوي عنده تقليد الميت البقائي مجزي، أما الابتدائي مو مجزي، وهذا رأي العلماء كلهم. نعم نجحت بالاختبار هذا اللي صار، نعم نجحت. نعم
شنو قصدك قيادة يعني؟ الأصل في المرجعية هو الأصل في المرجعية هو الفتوى وليس القيادة. القيادة هذه حالة خاصة، يعني يوجد من يقول بها ويوجد من لا يقول بها. السيد السيستاني ليست عنده القيادة المرجعية قيادة بهذا الشكل اللي أنت ذكرته. موقف، نعم، في عام 97 جاي يتمشى في شارع الرسول وفجأة شفت السيد السيستاني يمشي وحده ورجل كبير بالعمر خلفه يمشي مسافة. طبعا أنا ذاك الوقت كنت عايش حالة تقية، يعني كنت أحاول ما أبرز نفسي كذا، فقلت هاي فرصة، وين ألقى هاي فرصة؟ فنزلت إلى الشارع، صرت قبالة صرت قبالة ووقفت قدامه. طبعا هو وقف سلمت عليه وباستيده، قلت له سيدنا ادعي لي، فرفع ايده ودعا لي وخليته ورحت. وكتبت هذا طبعا مقال، كتبت مقال واسمه لقاء مع المرجع الأعلى، كتبت مقال نشرته أعتقد كان يوم اثنين الساعة بثنتين أعتقد هيك تقريبا الظهر، كنت طالع من مكتبة الحاج مسلم الدجيلي اسمه مكتبة الأندلس. يجوز بعد الشهر ما مشكلة يعني. لا مو صدفة، الآية موجودة، يعني هاي الآية لما تحرم ما حرم، يعني هاي موجودة. تني نسوان النبي بسبب الغيرة ادعى دعوة، النبي مش على دعوان، فالله قال له ما قدرت تمشي على دعوان، لا تحرم على نفسك شيء بسبب هذا الشيخ. هل كتاب تفسير القمي محرف؟ لا مو محرف، وإنما هو كتاب وقع فيه زيادة من كتب أخرى. محمد اليعقوب بحسب معرفتك وبحوثك تقليده مجزي؟ عزيزي إذا هو ما ثابت اجتهاده طبعا تقليده مو مجزي. تقليد الإنسان يكون مجزي إذا كان مجتهد وتتوفر فيه بقية شروط المرجعية. في النجف الشيخ مو مجتهد، يعني ما رأيت من يشهد له بالاجتهاد، بل رأيت من يشهد بعدم اجتهاده. يا لا طبعا، روايات التاريخية مو مثل روايات الأحاديث، يعني قصدي في القضايا الإلزامية. روايات التاريخية تحتاج إلى أن تكون موجودة في مصدر معتبر تاريخي معتبر، عرف مثلا صاحبه بالوثاقة. كم سنة درست؟ أنا لازلت أدرس من عام 96 لحد هذه الساعة، لازلت أدرس وأدرس، يعني إيش قد حسبنا 23 سنة أكثر، ما أدري إيش قد يصير. شلون مقلد نسيت كمان ما فهمت. بالمناسبة ترى أنا قبل الحوزة درست في أبو غريب لما كنت معتقل، لما كنت محكوم بأبو غريب أيضا هناك كنا درسنا، ولكن دروس كانت مو مستمرة لأنه بل بالاعتقاد الثاني مالتي، يعني بالحكم الثاني مالتي كنت أدرس كتاب تفسير البيان للسيد الخوي، كنت أدرسه لبعض السجناء، يعني بعض السجناء تابوا وقال أريدك تدرسني. لا عزيز ما نقلد سيد كمان، أصلا سيد كمان مو مجتهد حتى يقلد. نعم
أنا حتى شوف، حتى لما طلعت من السجن، حتى لما طلعت من السجن رحت ودوني قبل للجيش، حتى بالجيش كنت أخذ كتب وياي أقرأ. حتى أكو واحد من النواب ضباط اللي بالجيش قالوا لو كل الجنود مثلك كل واحد كان له كتاب ويقرأ إحنا بخير. لا عزيزي، هذا رأي أهل الخبرة عزيزي، مو رأيي. نعم، أنا عمري 12 سنة بدأت أقرأ، 12 سنة وعندي كتب مشتريها عام 82. عزيزي هذا رأي أهل الخبرة، مو رأيي، مو تقييم مني، أنا ما أقيم أحد، إنما جاي أقول لك أهل الخبرة. يعني تقول لي مثلا فلان ليش منه مو مجتهد، أقول لك فلان قال عنه مو مجتهد، سيدي أعطيك الدليل، ما عندي مشكلة، أودي لك صورة الفتوى مالته، هذا مو تقييم. شنو الضباط يعني؟ ما فهمت. التقليد ما بي وحدة مجتهد، مرجع واحد، لا ممكن واحد يمكن يتعددون عادي. الضباط في النظام البائد طبعا إذا كان ملتزم بالشرع ما بي فد مشكلة، أما إذا كان بالتزام، إذا ما كل التزام بالشرع طبعا عمل الإنسان هو اللي يحدد مصيره، يعني هو اللي يحدد جوازه وعدم جوازه. فإذا قام بعمل مشروع ماكو مشكلة، أما إذا ما قام بعمل مشروع أو قام بأعمال ما مشروعة فطبعا يحصل حرمة. طبعا هو آية الله معناها، كلمة آية الله معناتها مجتهد، لكن آية الله العظمى معناتها مرجع. هي تعبيرات، يعني تعبيرات اصطلاحية. يا الله يا الله، لا لا تقدر تقول شهداء ولا تقدر تقول مو شهداء، لأنه تبقى على طريقة وجودهم داخل الحرب. بعض الناس أخذوا من المعتقلات وفتحوا بهم طرق ألغام، هذول طبعا شهداء 100%. بعض الناس أجبروا على الذهاب، يعني فالقضية تختلف. عزيزي هي كلمة آية الله معناتها مجتهد، المجتهد يسمونه آية الله، لما نقول عن شخص آية الله يعني معناتها مجتهد، لما يكون مرجع يسمونه آية الله العظمى. لا أنا أقصد نفس عمل كونه ضابط، نفس العمل كونه ضابط، هذولي أعمالهم، لأن الضابط هو مو لازم يقاتل دائما، قد يقاتل قد كذا، قد مثلا يدرب بالنتيجة حسب أعماله التي قام بها. عزيزي اكتب تعليقك كامل، حسابات، اكتب تعليقك كامل، ليش جاي تقطع التعليق بحيث ما جاي نفهم انت شو تريد؟ لا لا، الشهيد هذا الشهيد اللي هو الشهيد الفقهي، لأنه اكو شهيد آخر اللي هو الشهيد بالمعنى العام اللي هو كل شخص يقتل ظلما، هذا هم يعبر شهيد، يعني من قتل دون ماله فهو شهيد. الخروج على ولاة الأمر ماكو مانع، ماكو مانع بالخروج على ولاة الأمر. كتب كثيرة عزيزي، ما تقدر تحدد أي كتاب بالضبط، لكن كثرة الكتب هي اللي تصنع الفائدة، قلة الكتب ما تصنع فائدة. نعم كتاب كنت أعتز به دائما هو كتاب التكامل في الإسلام، كتاب جدا رائع. عزيزي حسابات، هذا البث هذا ما بي صعود، إذا تريد علق واكتب اللي تريده بالتعليق، أو ادخل على الخاص
إذا تريد الحوار تطلع الخاص ونتحاور وياك ماكو مشكلة، بس بالشرط تكون عندك شروط الحوار الموجودة في المقطع الأول المنشور، المنشور المثبت الأول في صفحتي. أكو شروط أربعة لازم تطبقها حتى تقدر تحاور، بدونها ما نقدر نحاولك نحاورك عفوا. ما مدى صحة الأقوال عن وجوب ترك العمل والأولاد عند الاتحاد بخدمة؟ شنو هاي ما فهم هاشم؟ لو خيروك بين القتل أو الخروج على دولة مسلمة من تختار؟ تسميم الجيش العراقي؟ لا لا حياك الله عزيز الله. عفو عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. بعد نص ساعة لعله ننهي البث لأنه أنا يعني أتعشى. لا عادي عادي عادي، الإنسان يسأل بحسب ما يصلها. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم حياكم الله. يا الله يا كي. راموس، بس راموس عنده شعر طويل قبل كان ومدقدق وحاط وشم وحاط ما اعرف شنو وعنيف طويل، يعني هواي ما يشبهني بشغلات والله. لا انا مو اذا انام، لا اذا اتعشى ارجع مره ثانيه ما عندي اي مشكله. طبعا عرفه ريالي كذا بعد هذا، ولو هو هسه يمكن باريس سان جيرمان يمكن ترك الريال. محمد حسن الرضوي الكشميري، منو محمد حسن الرضوي الكشميري؟ قصدك سيد حسن الكشميري؟ إذا قصدك سيد حسن الكشميري هذا إنسان منحرف، أصلا مريض نفسيا. الله يحفظك، الله يسلمك. يا الله اليوم بالمحكمة راح تزوجت واحد صديقي ما عنده أهل هنا، أنا فرحت ويا على مود أكمل له زواج. الحمد لله خلصنا. نعم تفضل. يعني حسب الظروف، يعني ممكن ب 12 ممكن. يعني أنا شوية شيخنا الحبيب، أنتم مدام مو أهل لهذا الشيء لماذا تدخلون في هذا المجال؟ ما فهمت عزيزي، وضح وضح كلامك لأن كلامك مو واضح. يعني شنو قصدك مو أهل؟ ما فهمت.
يا الله. لحظة لحظة لحظة، سؤالك هو الأخير. لحظة خلينا نشوف السؤال. شو مقطع سؤالك؟ مو الشيخ عندي سؤال تناقش فيه على مود المرأة، ناس عفوا، وكلهم يقولون لي يعتبر شهيد. من هو هذا اللي يعتبر شهيد؟ عزيزي، لما ذكرت بأنه الوقت يكون 24 ساعة، ذكرت السبب شنو؟ حتى الإنسان يأخذ راحته بالجواب، حتى ما يصير توتر، حتى الإنسان ما يستعجل، وهذا أمر طبيعي، وأنا طبقته مع بعض الأخوة وتبين أنه طبيعي. بعض الأخوة احتاجوا أكثر من 24 ساعة، احتاجوا 48 ساعة. فهذا هو المنهج اللي عليه العلماء. أنت الآن لما تسلك عالم وتعطيه فتوى شرعية، بعض الأحيان ما يجاوبك مباشرة، خصوصا لما يكون الجواب بتفصيل واضح. وعادة القضايا اللي يكون بها حوار ما يكون الجواب سريع. هذا مو منطق. هسه انت اذا ما عاجبك بكيفك، انت خب اذا تريد تحاور ناس شيعة، هسه ما انت تحاورهم باعتبارك سني، باعتبارك شيعي، باعتبارك، اذا تريد تحاور ناس شيعة وانت سني فموجودين، اذا تريد تحاور ناس من اتباع المرجعية وانت مو من اتباع المرجعية زين فايضا موجودين. تريد انطيك اسماء اشخاص، هذول ما عندهم مشكله ان يتحاورهم، انت بكيفك يعني. هذول هم متطوعين ويحبون الحوارات، وبعضهم يحبون حتى المناظرات. انا بالنسبه لي لا اؤمن بالمناظرات، انا عندي تجربه طويله بهذا المجال، لذلك ما اؤمن بي. اقول لك ترى هذه ما بها فائده، انما هي وصمه عار بتاريخنا، لانه احنا ما نقدر نضبط. انت شيعي خلص زين، انت عندك مشكله، اكو حج اسمه حج وعد اللامي، اكو سيد اسمه سيد ميثم الموسوي، هذولي ناس مؤدبين وتقدر تحاورهم باللي تيده، ما عندهم اي مشكله. او ادخل على حساب الشيخ محمد البحراني، ابو جعفر البحراني، حسابات ابو يوسف، حسابات الحج القدس، عندهم عادي. هاي اعطيتك اسمائهم عزيز، اعطيتك اسمائهم. حساب حج وعد اللامي، حساب السيد ميثم الموسوي، حساب الحاج القدس، حساب أبو يوسف، حساب سيد حسن الموسوي، حساب سيد أستاذ عقيل، شيخ مصطفى محمد جاسم. إن أحسنت 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 أحسنت، أنا ما انتبهت لعفن هذا، لأن الحساب ما أنت ما شايف، لذلك مو ببالي. شيخ مصطفى محمد جاسم هذا هو يتحاور بالقضايا الخاصة بالمرجعية. تتزوج ثانية؟ إيه، ما عندك كل مانع، ما عندك، حتى لو تتزوج رابع جو وياك شنو المشكلة؟ أنا هواي ناس مزوجهم ثاني، ساعيهم يعني، حصلهم نسوان مثلا، لو عرف لو مثلا كذا معلومات مثلا، يعني هواي ناس يعني مرتهم الثانية قصدي. يوجد خلاف في القضية، أكو من يقول بثبوته، أكو من يقول بأنه ما ثابت، أكو من يقول لا هو الاسم ما ثابت، لكن المرقد لابد يكون به شخص له قيمة، لأن هاي الكرامات الموجودة حصل فيها حالة تواتر، فالمفروض يكون هذا الشخص اللي بالداخل القبر شخص له قيمة. قد يكون ما نعرف اسمه، لكن ما ممكن ننكر يعني مكانته. نعم أروح وياك عزيز. عزيزي أنا شو أقول لك يعني، في زمن الطاغية، في زمن صدام، رحت مرة للبصرة بشغل، تعرفت على ولد شاب عيساوي، هو أعتقد عيساوي، جاب صديقة وأعرفه شيخ ولد اسمه سمير، جاب إلي قال لي هذا الولد شاب أبوه وأمه مختلفين وعايش ويا جده، ويريد يخطب وحده وما حد يروح يخطب له،
قلت له شنو المطلوب؟ قال ريد واحد يروح يخطب. قلت له ماكو مال. قلت له دلوني بيت المرأة، رحت ثاني يوم خطبت له. أي شنو؟ شفت أنت تخاف من المرأة بعد علما بالزواج الثاني. تو مو قالوا له هذا الرجال الشايب، قالوا له حجي شنو السالفة؟ شو ما تتزوجون أنتم؟ عندكم فلوس وما تتزوجون؟ قال لهم يا أبويا هي السالفة مو سالفة فلوس، هي السالفة راد لها جرعة ماكو. فإذا أنت تقول إحنا المرأة ما موجودة وما أخذ راحتنا، فأنت ذا السالفة ما بيها جرعة، هاي سالفتك خربانة. عشان النوب نوب تعمل السولف، انت رجال مخطور لسه تخاف تعبوه، سوي لك يا سالف سالفتك خربانة. عشان حتى قمت ما تعرف تكتب، عشان من الخوف انت كنت الكتاب ما اعرف تكتب، ما اعرف التاء من الهاء. مو قصة خون خون خون. شنو سيد علي الطالقاني ما يعجبني حقيقة، محاضراته غير جيدة ومعلوماته أحيانا بالمحاضرات غير جيدة، وأحيانا ينشر أقوال غير موجودة، وعنده فتوى هاي قضية مال البنطرون مو لباس فاحش، هاي قضية مخالفة للشرع أصلا، وما يعجبني أساسا. ما يعجبني يعني باعتبار يعني محاضراته ما بيها فائدة، ومحتوى طبعا ما في شيء يعني، وعنده مجاملات من دون داعي اساسا. ليش ما متزوج؟ ليش؟ عزيزي هذا الشيخ أيضا نفس الشيء، منهجه منهج مخالف لمنهج المرجعية، ويوجد من يشكو منه في محافظته بأنه بعض الشباب ينحرفون عن حياتهم وعن التزاماتهم بسبب شلون الأوراد اللي يعطيهم إياها والأعمال اللي طالبهم بها. وهو أيضا مو طالب حوزة بالمناسبة، ترى هو يدرس بالجامعة وكان يدرس بلبنان، حتى الشهادة مالته أخذها من لبنان، وعنده محادثات يتجم بها حتى على المرجعية، يقول هاي المحادثات ما مال مو مالتي، يعني المحادثات هي مالته وطلعوها من المحادثات من مجموعته. شنو بيتك يا سفور؟ ليش بيتك كله سفور؟ يعني قصدك أهلك سفور؟ يعني البيئة وين يعني البيئة؟ يعني قصدك البيئة وين يعني؟ بيئة يعني قصدك بالعمل، بيئة بالمحافظات، حتى لو البيئة شو اسمه عادي، شو المشكلة؟ بغداد. مع ذلك إذا امرأة أصلها طيب ما تهتم من هذا الجو، هي تعيش بالطريقة الصحيحة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
ما فهمتها شنو مال عقوبة ما أدري ما فهمت. العشاء وصل راحت عشاء وأنا بالبس بعد شو اسوي؟ إنه شرب العشاء شربة ماش. وأنا حتى الخبز ما أكله في شوربة خالية. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. عين السيارات الأمريكية ماكو مانع بشرط أن ما تحول مذهبها. عزيزي هذا بيت ديني سني عن سيد مقتدى شنو تحريض على الفتن؟ لا ما مقبول ابدا. ما واضح يعني. الفتنة أشد من القتل. صدق الفتن يترتب عليها يعني ذهاب أرواح أو تخويف ناس، طبعا هذه أمر غير مقبول. الحمد لله خلص الأشياء. لا ما شو يصير؟ هو اسمها يعني الفتنة أشد من القتل، كون الإنسان يدعو للفتنة يعني شو يسبب بالفتنة؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله فضل، حياك الله الله سلام. الآن تحتاج إلى قهوة بعد هذا العشاء الفاخر. ما المدرسة التي كان يدرس فيها الإمام الحسين؟ سؤال مو واضح عزيزي، شنو من المدرسة؟ مدرسة جده. إيه شربت أنا قهوة، بس هسه قهوة ثانية لأن اليوم طقتنا الشمس بالمحكمة هواي. اي أيوة والله الكهرباء مو زين. لا لا الشاي ليس افضل، انا اساسا الشاي ما اشربه. شاهي افضل من بعد الاكل. الشاهي معناته انت خليجي سعودي، لان كلمه الشاهي عند الخليجيين فقط، نقول الشاي تي ان انجلش نوت شاهي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
عزيزي، عادة أنا لما يكون عندي تعطيل بالليل أسهر كثيرا. أنا عادة القهوة ما أستخدمها مع السكر، السكر ما أستخدمه أساسا. الدولة الفاطمية والدولة الأدارسة والدولة الصفوية ممدوحات عندنا. خب، لا يمكن وصف دولة بكاملها بكونها ممدوحة، لأن الدولة عادة يكون لها تاريخ طويل، فإذا كان لها تاريخ طويل من الطبيعي أن يكون هناك أخطاء، مآسي ممكن. لكن هذه الدول كدول كان لها آثار إيجابية. نعم. احنا في السعودية نطبق ونمشي على النظام. شنو قصدك بالنظام يعني؟ نظام يعني تحتاج واحد يدقق أكثر، يعني تحتاج مراجعة. المعتقدات يعني صح، المعتقدات الدولة الصفوية ما عندنا مشكلة بها. كيف خطط الإمام الحسين إلى الثورة؟ ثورة الإمام الحسين كانت معروفة، يعني موجودة حتى في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. هي كانت ثورة ضد الظلم. ما كان الهدف منها عسكري بحت، إنما كان الهدف منها إثبات ما يقع من تشويه للدين الإسلامي. ولذلك إذا كان البعض يعتقد أنها كان فيها تخطيط بالمعنى العسكري، وأنه كان يهدف منها مثلا يهدف الإمام الحسين انتصار وما شابه ذلك، هذا لا مو صحيح. إنما كانت ثورة من أجل تصحيح مسار الوضع العام في المجتمع. ننظم القانونات يمشي على القانون وهو فوق الجميع. نعم، على كل حال القانون يكون فوق الجميع ومحترم إذا كان ما يخالف الشرع ويطبق على الجميع من دون استثناء. الصلاة على التربة هل واجب؟ نعم، الصلاة على التراب أو التربة، سواء واحد من عندهم، إذا مو هاي فهاي. نعم، هسه جيد، هذا جيد. قلت لك يعني ما تقدر تقول انه كل ما فعله الفاطميون كان ايجابي، ولا كل ما فعله الفاطميين كان سلبي، او العكس. يعني القضيه بقيه الاشخاص الادارسه او الصفويين، ما تقدر تقول كل تاريخ الصفويين هو تاريخ جيد، ولا تقدر تقول كل تاريخ هو تاريخ مو جيد. يعني ما ممكن، لانه هاي دوله حكمت سنوات طويله. انت تلاحظ انه حتى في زمن يعني الخلافه الاسلاميه أيضا وقعت مشاكل، وقعت أخطاء. نعم صحيح. السجادة ليش؟ والتربة؟ التربة ليش؟ حط لك تربة دم، حط لك ورقة صلي عليه، ورقة الشجر. الأرض وما أنبتت مما لا يؤكل أو يلبس يجوز السجود عليه. بعد هاي سنة النبي وسنة الأئمة. السجادة ما تلبس؟ لا يا عزيزي، المادة المصنوعة منها السجادة تلبس، مو السجادة تلبس، يعني قصدي أصلا يلبس. نعم، قبل لابد من مراجعة. هاي القضية تحتاج إلى مراجعة، أنه هذول الدولة الفاطمية اللي كانوا بداخلها، يعني هذول شنو كانوا بالضبط؟ لا، لابد من مراجعة الدولة الفاطمية، وهي دولة ولابد أنه مراجعة التاريخ حتى يمكن للإنسان أن يعطي رأي به، خصوصا مع قلة المصادر اللي تتحدث عن هذه الحقب التاريخية.
أهلك سنة، ما لا تجيب تربة، خب صلي على ورقة، شو المشكلة؟ يقول ما صلي مثل ما كان النبي صلى، كان يصلي على التراب وصلي على الورق الأشجار، يعني على التراب، إنه ماكو شو اسمه قرطاس، هاي الورقة، الورقة مالت الكتابة، هاي الورقة مالت الكتابة، خليها جوا جبهتك ونصلي، يصير ماكو مشكلة. ورقة عادية، ورقة عادية سواء بيضة أو مو بيضة ماكو مشكلة، ورقة كارتون صلي عليها عادي. بس ما له علاقة، الشيعة ما يصلون بهالطريقة. نعم. ما المقصود في هذه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ بعد واضح هي الآية فسروا حتى تعرفوا ما تقولون. لا إذا كان الصلاة على تربة يسوي لك مشاكل، لا صلي على تربة، صلي على شيء ثاني، على ورقة صلي، شنو المشكلة؟ ماكو مانع. عزيزي الخروج على ولي الأمر مو محرم أصلاً، مو محرم. حتى السنة يختلفون في هذه القضية، البعض يقول بأنه لا يجوز الخروج، البعض يقول لا يجوز ذلك، لأنه إنما يكون ولي الأمر، ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه إذا كان ملتزما بالشرع، فإذا خالف الشرع صار يعني ليست له حرمة ولاية الأمر. من دون تقية طبعا ما تقبل، طبعا ما تقبل. فأنت صلي ولكن لا ورقة، خلي قدامك، خلي قدامك ورقة، نص اللي خلي قدامك، كرتون احط قدامك عادي، شجرة احط قدامك، اوراق شجر ما ينوكل يعني، شنو المشكلة؟ بدون التقية نعم ما تقبل الصلاة، يعني ما يجوز الصلاة بدون السجود على الله. بقى 10 دقائق إن شاء الله نختم البث، ولعله بعدين ممكن ندخل مرة ثانية. تربة مكة أو تربة كربلاء؟ يعني أعتقد بحسب الروايات تربة كربلاء. نعم. سجادة أصلها ما يلبس، يعني شنو أصلها؟ خب ماكو مانع، ماكو مانع السهر، ولكن حسب الموجود عندنا في الروايات لا سهر إلا في 3، في طلب للعلم أو تهجد بالقرآن أو عروس تهدى إلى زوجها، هكذا وردتنا في الرواية، لا سهر إلا في 3، في طلب للعلم أو تهجد بالقرآن أو عروس تهدى إلى زوجها. بعد هذه لعلها كرامة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وردت في النصوص نعم أنه السجود على التربة الحسين يفتح أبواب السماوات.
لا لا، الصلاة، شوف، الصلاة عموما يحدد قيمتها مدى إقبال الإنسان على الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة. فقد يكون الإنسان في البيت يصلي أفضل من المسجد. طبعا الصلاة في المسجد إذا قيست بدون الإقبال، الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت بالنسبة للرجل طبعا وليس المرأة، لأنه تضاف لها أنها صلاة في المسجد. لكن إذا كانت الصلاة في البيت أكثر إقبالا من الصلاة في المسجد، طبعا تكون الصلاة في البيت أفضل. لكن الأصل أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت للرجال فقط، أما النساء بالعكس، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. نعم، مكروه، يعني يكره للإنسان أن يسهر إلا في هذه الحالات الثلاث. لا سهر إلا في ثلاث: في طلب للعلم، أو تهجد بالقرآن، أو عروس تهدى إلى عريس يعني زوجها. هل دماء الأئمة عليهم تختلف عن سائر دماء البشر من حيث الطهارة أم لا؟ يعني يوجد كلام بين العلماء في هذه القضية. البعض يقول أنه لا توجد مشكلة في أن تكون دم المعصوم نجسا، لأنه النجاسة والطهارة أحكام اعتبارية. البعض يقول لا، العكس، يقول لا، دم المعصوم طاهر. القضية خلافية. كتاب الاختصاص، أعتقد كتاب الاختصاص هذا منسوب للشيخ، أعتقد منسوب للشيخ. نعم، كتاب الاختصاص منسوب للشيخ وليس من كتب الشيخ، هذا من الكتب المنسوبة للشيخ. هل يجوز الاستعانة بغير الله؟ الاستعانة إذا كانت مشروعة، والاستعانة مو دائما غير مشروعة. هو أكو استعانة بالله وأكو استعانة بغير الله. إذا كانت الاستعانة واردة ماكو مانع من، حتى لو كانت بغير الله، لأن الله أيضا ذكر الاستعانة وقال واستعينوا بالصبر والصلاة، ذكر في القرآن. الاستعانة هذه واردة أساسا، إذا كانت واردة. خطبة الوسيلة ما لا لازم كنت ترسلها حتى أشوفها إذا جت القهوة. الحمد لله. لا لا، كن اطلع عليها، حتى لو سامحها، حتى لو لابد الإنسان يتأكد، حتى من يحكم تصور واضح. يعني بعض الناس تسمي الأشياء بأسماء غير أسماءها، لابد من تصور واضح. أن تسأل مرتين خير لك من أن تخطئ مرة واحدة. أن تسأل مرتين خير لك من أن تخطئ مرة واحدة، هذه حكمة أخذوها من عندي. أن تكرر السؤال خير منك أن تخطئ ولو مرة واحدة. تسأل مرتين ولا تغلط مرة واحدة. عليكم السلام ورحمة الله. الاستعانة بالبشر ميت شرك أكبر. لا لا، هذا كلام غير صحيح. التوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين هذا موجود عفوا، تركمانية عفو أختي، موجود في حسابي صورة لكتاب اسمه التوسل بالصالحين بين المجوزين والمانعين. هذا الكتاب كتاب ألفه أحد علماء السنة اليمنيين، وهو موجودة صورته، موجودة أعماله، واضح. يقول بأنه في هذا الكتاب أن التوسل بالصالحين لا إشكال فيه، وهو عالم سني، سواء كان نعم سواء كان التوسل بالصالح في حال حياته، أو أنا أتكلم على رأي فقهاء المذاهب الأربعة. لا توجد مشكلة عند مالك ولا عند الشافعي ولا عند أحمد بن حنبل، التوسل بالنبي بعد مماته جائز عند مالك وأحمد والشافعي، فقط أبو حنيفة عند مكروه بعد وفاته.
لا ترد على لا ترد على الأخت، خلي الأخت يكون كلامها واضح. أختي تركمانية، إذا عندش دليل، إذا عندش دليل أن واحد من أئمة المذاهب الأربعة، واحد من أئمة المذاهب الأربعة يحرم التوسل بالميت، التوسل بالنبي بعد وفاته، أعطينا اسم الإمام حتى نعطيك إحنا الدليل على أنه كلامش غلط. واضح؟ عليكم السلام. ما أتركها، ما لك علاقة بها، ما لك علاقة بها، خليها واحد. إحنا نعطيكم شوف، إحنا نعطيك أختي، أنت التركمانية، إحنا نعطيك المصدر وأنت تروحين تبحثين بنفسك عن المصدر في كتبكم، يعني هذا كتاب من كتبكم. إعادي. هاي الآية القرآنية المعروفة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هاي الآية موجودة، آية قرآنية. قرأت الآية القرآنية، شنو عطني وعطني؟ قرأت الآية القرآنية. شنو الرسول كان حي؟ الآية القرآنية تقول جاءوك، يعني شنو جاءوك؟ يعني جوك. قالت جوك وانت حي؟ ما قالت جوك، خلاص مطلقة الآية القرآنية مطلقة. بعد خلاص هسه ممكن تكون هي يعني سعودية تركمانية، شو المشكلة؟ نعم تفضل. عليكم السلام. نعم ليس عليه كفارة، الحلف بالأئمة ليس عليه كفارة. طبعا تدين الآية تنزل بعد وفاة النبي، طبعا لازم يكون النبي حي، واضح النبي كان حي. ولكن الآية هل قالت إذا جاءوك وأنت حي؟ ما قالت وأنت حي، قالت إذا جاءوك. فإذا جاءوك ما يعني جاءوك؟ إذا أنت أتيت قبر النبي، يعني أتيت النبي لو ما أتيت النبي، طجت النبي نتيجة. ولذلك نحن نقول نأتي بيت الله، خلص نعم ما يتوضأ بعد غسل الجنابة، ما يتوضأ إذا كان مجنب. طبعا إذا كان مجنب ما يتوضأ. لا حول. هذا العناد ما راح يفيدكم، أنا جاي أنقل لكم كلام، أنا جاي أنقل لكم كلام أئمة المذاهب، مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة، وأنت تقولين ما شو اسمه وتقولين ما يصير. شنو ما يصير؟ أنا جاي أنقل لك رأي علماءكم، أنا ما لي علاقة، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، ليس عندنا مشكلة في هذه القضية، لكن أنا جاي أنقل آراء الفقهاء الأربعة. ما عدا أبو حنيفة لا توجد مشكلة، أبو حنيفة يكره، يعني عنده كراهة، يعني حتى مو محرم. شنو زين للبن؟ أي غسل جنابة ما بعد وضوء، ما يحتاج الوضوء. البسمة اللي تكون جهر أو إخفات في صلاة الجماعة، نعم تكون جهر، جار في الصلاة الجهرية والإخفاتية. بعد هي بكيف، هي المفروض هكذا يكون. شنو دائما عزيزي، ما دام تغتسل من جنابة ما تحتاج وضوء بعد الغسل، بعد الغسل ما تحتاج. بعض الأشخاص من يسمعون
من يسمعون مثلا بعض الكلام اللي ما يعجبهم او اللي يخالف اللي هم يعتقدونه، يعتقدون بان احنا جايين نجيب هذا الكلام من جيبنا، مع انه احنا جايين نذكرهم المصادر. روح انه هذا المصدر دوره، اذا ما عجبك فالمفروض ترد على صاحب الكلام وترد علي انا، ما لي علاقه. عزيزي انا بالفضائيات ما طلعت بمناظرات، كانت مناظرات كلها على النت على المنتديات وبالبالتوك، غير هذا ما طلعت. اما مناظرات مع اشخاص اخرين عاده نعم، كان عندي مناظرات كثيره في السجن، ناظرت في الجيش، ناظرت غيره، وبعض معته كاتبين يعني كاتبين حتى بال ممكن مناظره، شنو ممكن ناظر عفوا. شنو ممكن مناظره العسكري؟ عزيزي بالمنتديات ما كانوا يكشفون عن نفسهم، هواي شخصيات بعدين تبين بينهم شخصيات معروفة، فما يكشفون عن نفسهم يعني هم شو اسمه، بعضهم حتى كانوا يغيرون أصواتهم وغيرها. نعم الحمد لله، الحمد لله على كل حال. شنو صار لك اسبوع؟ انت شنو ما نايم صار لك اسبوع؟ الوضوء ينتقض عزيزي، الوضوء ينتقض، الوضوء ينتهي بمجرد ان تنام، مجرد ان تتبول ينتقض الوضوء، لازم تتوضا. احسنت 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 احسنت. هل عقيدة اهل السنة صح او خطأ؟ خطأ. عزيزي المرجع ما قال صح، لا تقوم تحسب كيفك. المرجع قال عباداتهم مو عقيدتهم، عباداتهم إذا سووها صحيحة في فقههم تكون مجزية مو مقبولة، ما قال عقيدتهم. أنت تقول عقيدتهم، راجع سؤالك زين، فلا تزور وتنسب للسيد السيستاني، لا تزور. ترى احنا مفشين باللبن، خاف أنك ما تدري. حياكم الله شيخنا، الله يحفظك. ماكو مدة محددة، هاي تعتمد على تعتمد على خليني اشوف خلينا احكي لكم قصة من قصص المناظرات. في يوم من الايام كان اكو شخص جاي من العمارة، من العمارة جاي. هذا الشخص ممكن يعيش بالمجر، بقضاء المجر. فقضاء المجر اكو ناس كانوا يحجون على المرجعيه ويحجون وما اعرف شنو كذا، فمتاذي من عندهم. اجى هو يعرف صديقي لي سيد. السيد هذا جاء قال لي ترى هذا الشخص هيك متاذي وكذا ويريد يقعد ويمك على مود يسمع الحقائق حتى من يروح هناك يقدر يواجه الناس لو يحكي ويا الناس اذا واحد حكى على المراجع وكذا. المهم قلت له شنو المطلوب؟ قال المطلوب من عندك يعني تنبهه كذا. المهم فانا ايش سويت؟ قلت له جيبه. قلت له جيبه، جابه. طبعا بيته عندي ليل، بيته ثاني يعني خليته بات عندي يوم كامل. بيته هاي الليله فهمته
شنو يقول وشنو ينقال له، هاي قضية الجواب، هاي قضية الجواب. طبعا هو فرح، طلع الصبح علي صلى صلاة الصبح، انطلق مباشرة. قلت له شوف أنا علمتك وخليتك عرفت أنه عقيدتك صحيحة وأنه المراجع ناس ملتزمين وناس، بس أريد منك ما تحشي تروح، أنت صار عندك علم بأن أنت وضعك صحيح دينك صحيح، فأنت بعد ما يصير تروح هناك تتعرض لهم أو يتعرضون لك وتسوي لنا مشاكل. قال ها أحاول. قلت له لا مو تحاول، لازم كل تلتزم. قال إن شاء الله التزم. هذا من راح للعمارة تحرشوا بي، قبل نزل عليهم هيش أنتم تقولون وهذا جوابه، هيش تقولون وهذا جوابه، هيش تقولون. فنزل عليهم نزلة وعدة. المهم قال لون احنا نعرفك، هاي السوالف مو سوالفك، هاي السوالف مو سوالفك. قال لهم مو سوالف، انا تعلمتها من واحد بالنجف. قال له طبعا هم مدرسين ومعلمين كذا، قال له هذا بالنجف ودينا علي احنا الناظره. اي طلع شو اسوي والله. المهم قال له احنا نروح الناظره، هذا نروح للنجف. فجابوا منشئتين اجوا، منشئتين او منشئه اعتقد منشئتين. المهم فهذا اجى قال يا ابي ترى هذولي انا هيك سويت وهذولي هيك يقولون، وراح يجون ويريدون يتناقشون ويا الشيخ يتناظرون وياه. قلنا له هسه انت شلك بهذا هاي السالفه، هسه احنا معلمناك وانت صار عندك قلبك اطمئن بين دينك صحيح وما عندك مشكله وغلط ماكو موجود عند المراجع، فانت شلك كلهم يريدون اثنين. نعم طبعا كلهم يناظرون. ذاك الوقت احنا وين كنا؟ كان هذا صديقنا قاعد بمقبره كاشف الغطاء، مقبره كاشف الغطاء في مسجد كاشف الغطاء، بها مسجد كاشف الغطاء جدا ضخم. المهم فانا جيت للمقبره من جيت للمقبره لقيت شباب يدقون بالباب، الظاهر هم ذول من عندهم، انا ما كنت ادري من عندهم بس المهم الظاهر من عندهم. فقلت لهم تفضلوا اخوان، قالوا احنا نريد الجماعه هنا بالمقبره، يدقون ماكو احد. قلت لهم ترى ما موجودين، تعالوا انا ادليكم على المكان مالتهم. فاخذتهم ادليهم على من؟ ادليهم على مكان تواجد السيد وهذا صاحبه. بالطريق سالوني قالوا لي وين نقدر نحصل سيد علي الحسيني؟ سيد علي الحسيني البغدادي، يعني هم كانوا يقولون. قلت لهم سيد علي الحسيني؟ المرجع سيد علي الحسيني. قلت لهم مرجع بالنجف اسمه سيد علي الحسيني؟ قالوا اي. قلت سيد علي الحسيني قصدك السستاني؟ قال لا 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 مو السستاني. قلت له ها قصدك سيد علي الحسيني البهشتي؟ قال لا 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 مو البهشتي، سيد علي الحسيني البغدادي. قلت له شلون؟ شنو سيد علي الحسيني؟ عمي هذا حسني مو حسيني. قال ها؟ قلت لعمي سيد علي البغدادي هذا حسني مو حسيني. سكتوا. المهم سكتوا، مشوا سكتة ما حكوا بعد. اجوا جماعتهم فرحنا للمكان، قال لهم يابا نلتقي هناك بالمسجد. اجي المسجد مليان المسجد بعد سيارتي. هسه يحجون يا بغير جايين يناظرون، هسه يحجون شو دول ساكتين. انا قاعد ومستعد ولابس الزي الكامل، شو دول الجماعه لهناك؟ وقالوا ها اذا نروح نقوم نروح للكوفه. صاحبنا هذا اللي قال لهم هذا الحكي مبتشر يعني يضحك فرحان. المهم طلعوا وقالوا رايحين للكوفة. يلا اخوان هذول طلعوا كلهم. فصحت علي قلت له تعال وين يجون ناظرون؟ بيهم 50 نفر، اكثر من 50 نفر، دول منشئتين يعني فيهم 70 نفر. قلت له ليش طلعوا ليش راحوا؟ قال انت اليوم شايفهم من اجوا؟ قلت له اي شفت مجموعة من عندهم. قال هي هاي الشوفة لغت المناظرة. قلت له شلون الشوفة لغت المناظرة؟ قال هذولي من رجعوا شافوا جماعتهم قالوا لهم
قالوا لهم هذا اللي احنا جايين على مود المرجع يسمونه الحسن البغدادي، طلع حسني بغدادي مو حسيني. هذولا قال لهم شلون عرفتوا؟ قال لهم التقينا بشيخ وقام يضحك علينا، شلون تقولون حسيني هو حسني؟ المهم فعرفوا انت هذا الشيخ. زين قلت له بعدين، فهذا الكبير مالتهم اللي هو الاستاذ اللي هناك القياده مالتهم، قال لهم يعني انتم جايبيننا على هذا الشيخ الناظره وانتم زيدتوا حرف واحد كذاكم به، هذا تيجي تتناظرونه؟ عمي هذا ما تناظرونه، كهو حرف واحد فلتوا زيدتوا كذاكم، كذا زيدتوا كلمه كلمتين شو يسوي بكم؟ ممنوع واحد يناظره، نروح نزور ونسكت. ورجع، طبعا صاحبنا رجع للعماره ما حد يحكي وياه. هاي واحده من المناظرات، بس هاي ما صارت المناظره. شنو يعني؟ مو بس هاي طبعا، مو هاي بس هاي، هواي اكو جماعه، مره همك جماعه راضي يناظروني ببيت، هم جو 70 واحد والله بيت انترس، وهم نفس الشيء. هم نفس الشيء ما قبلوا يناظروني، اجتهم تعليمات من شيخ معمم، قال لهم ممنوع واحد يناظرها. مع انهم طلبوني، واحنا فرغنا بيت كامل وقعدنا، حتى العائله طلعناها من عنده، وكانت يوم 10 محرم. وهم نفس الشيء. تاليتها قلت لهم يا شنو السالفه؟ قال والله جتنا اوامر من الشيخ، هسه طبعا هذا الشيخ موجود بالبرلمان. زين؟ زين؟ قال لهم ممنوع تناظرونه. انت تتحداني؟ ازري كان تتحداني شو انت كاتب تناظر بالصاد اختطاء، اختصاد وهي اختطاء. كان انت كلمه ما تعرف تكتبها انه تتناظر؟ يا عم تتعلم الاملاء اول مره وبعدين تعال ناظر. يعني هي مصيبة كان أروح أدخلك بالابتدائية، أروح أدخل للمدرسة، أنت كلمة تناظر كاتبة بالصادق بالضاد اقتصاد، عيني اصحى اصحى على روحك. طبعا طبعا أعداء المرجعية من ذاك الوقت. طبعا هاي الحادثة قبل اعتقالي، قبل اعتقالي بالست شهور. ايه سيد ذاك الوقت سيد رضوان الدكتور بعده كان ما موجود. هاي الحادثة سنة 2001، 2001 جيد جيد اي لا بذاك الوقت انا ما كنت اعرفك زين. يا حادثه هاي الثانيه، لا الحادثه الثانيه واحد كانوا مشوهين سمعتي قدامه، رحت اقعد يدوي جماعه بالبصره يوم وي دكتور قاسم اللامي الله يذكره بالخير، وسولفنا سولفنا فتحت شيء وكانت مناقشات. اشو واحد طفر خطيه شاب اسمه احمد قال لي مو معقوله انت شيخ فلان. قلت له شنو مو معقوله؟ قال انا قالوا لي انت دائما تسولف بهيش قضايا بهيش قضايا، ما تسولف انت من الصبح لهسه دين العصر ما سمعتك جبت طاري هاي القضيه اللي هي المرجعيه. قلت له عمي شو العلاقه بالمرجعيه؟ كنت جاي نسولف بقضايا دينيه قضايا ثقافيه، وفعلا ذاك اليوم كان اكو شخص مثقف وكل اسئلته على بعض قضايا جانبيه وكذا. المهم ف راح لهم قال لهم انتم شلون تضحكون علي؟ نعم احسن سيد ايه. المهم فقالوا له جيب خل ناظره، جابوني بهذا البيت رحت اناظرهم الجماعه شو ما حد يحكي. راح لهم الدكتور صاحبيهم عمي ترى هذا شيخ جميل تعالوا اكو واحد يريده اكو واحد. المهم طلعنا اجى ورانا هذا الولد، قلنا له ها شنو السالفه؟ انت غير دعيتنا وجايبين الشيخ وخبصة وانت والبيت فرغناه بس لكم. قال والله جاتهم اوامر من شيخ فلان، شيخ فلان معروف ما يدرس كو اسمه لانه كان طالب عندي يدرس. زين قال لهم ممنوع واحد يناظره. قلت لهم هسه على كل حال المهم بالنتيجه
الحمد لله. مع انه هذا اللي قالهم ممنوع تناظرونه هو كان طالب عندي انا مدرسه منطق مظفر، بس بعد تعرف كل من يرد حليبه. سيد نحن التقينا بالهذا الله يحفظك الله يعزك إن شاء الله. التقينا قبل سقوط النظام، وانا اتذكر احنا التقينا بعد يعني 2006 2007 اعتقد هيك شيء. تمام. يعني ملتقيين والله. والله الله ظاهرتي ذاكرتي خم خرمان. يا نكره للسنه عمي تقعد راحه، انا حتى من كنت بالمعتقل كنت اكل ويا واحد سني والشيعه موجودين تارسين السجن. شو لك والكلاوات عيني. موفق ايه عارفه نعم. شيخ موفق ابو مؤمن، ابو مؤمن قصدك يعني. ابو مؤمن. الخيره لا موجوده الخيره، شنو المشكله؟ شافونا اختلف الوضع عندهم. انا من عام 96 بالحوزه. شلون سيد عفوا شلون دكتور ما فات بوقتها كنت تأثر باران ما تعرف شاب عمرك 15 لكن هاي نصيحة قلبت موازين. يعني زين الحمد لله زين. اي زين زين جاهد. لازم تذكرني مثلا اذا صلي لك صلاة مستحبة شيء. اي والله ادعونا ادعونا، انا هاي كذلك عندي مرض وشوية جاي يأثر علي شوية سوى عندي ضعف اصلا. لا لا ملتقي بالسيد الخوي. اي عادي ملتقي بالسيد يشوف دربه بشكل واضح يعني، والا يعني الانسان ينصح بطريقه غير واقعيه شيء يحصل وجاي يظل الناس يعني حقيقه. اي والله ادعوا لنا لانه حقيقه شويه تعبان. يا سلام. اي والله والله الحمد لله استكتور بعد. خوب خوب نعم نعم انا مقلدي السيد الخوي. طبعا كثير من الناس سمعت. لا 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 ما كانوا نعم ما كانوا كانوا ناس تشتغل مع الدوله صح، كانوا جماعه حاطين عمايم وكذا. يا الله نعم نعم لا لا كل إشكال ما بي. عندنا علماء سنة صاحب كتاب جامع العلوم، صاحب كتاب دستور العلماء، دستور العلماء اسمه عبد النبي عبد الرسول الأحمد نجري قاضي هندي حنفي. واضح سيد محمد باقر الصدد لا طبعا من لما أعدم أنا كان عمري 10 سنوات. طبعا طبعا سيد السيستاني بدأ التدريس بالستينات طبعا تأكيدا.
هاي الصورة اللي بالبث التقطت عام 2006. يعني كان عمري ايش قد؟ 36 سنة. لا لا سيد كمال ما ملتقي بيه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيد كمال ترك النجف من الثمانينات، يعني ما لحقت أنا، ما كنت موجود ذاك الوقت. طبعا الدراسة ذاك الوقت كانت أدق وأفضل طبعا، لأنه الدراسة تحسنت، يعني قل نشاطها، يعني قل دقتها، قلت دقتها. كانت الدراسة ذاك الوقت أدق. اجى زيارة، نعم اجى زيارة، نعم. سيدي السيستاني كان يعطي دروس بحث خارج، ولكن توقف عن الدروس بعد التغيير، يعني 2006 اعتقد هيك توقف. نعم احسنت احسنت. اي فبعد ذاك الوقت انا ما كنت من نجف، كان عمري 10 سنوات، كنت بالابتدائية. نعم 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 لا هي لأن الصورة أخذتها من الفيس، طبعا الصور الفيس عادة تكون مو واضحة، موجودة هي، واحد يقدر يطلعها وينزلها. جزاك الله خير الجزاء. حديث تارك الصلاة كقاتل جدي الحسين باطل، هذا حديث مالك الأصل، حديث باطل مكذوب. تأثير الاتجاه الحزبي على الحوزة، لا ما كان أكوج. لا لا ما كان أكوج. ذاك الوقت انتهت. نعم السيد الصدر قاعد حاضر يمنا، طبعا مو حاضر يمنا يعني حاضر دروسه، لانه هو دروسه بحث خارج، يعني قصدي ملتقي بي طبعا، لانه قدمت احتياجي لازم اشوفه، نتقدم عن طريقه تام. نعم بالتاكيد كتاب اصول العقيده السيد الحكيم من الكتب المهمه جدا. كنت متابعني بذاك حسابي واكثر واحد متفاعل وياك. نعم خب صعب واحد من مشكلة يا عزيز أبو أياد، يعني احنا خاف من شو اسمه، خاف يصير بها فد شيء، وإلا بالنتيجة هواي ناس تأخذ منهج السلفية، يعني احنا جاي نسرق من أعداء الدين بعض يعني بعض الأخلاق مع الأسف الشديد. سيد عبد الحسين عبد العزيز الحكيم، عبد العزيز الحكيم ما 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 سامع عنه انه مجتهد، ما سامع عنه، ولكن هو من طلاب السيد محمد باقر الصدر، كان مقرب من عنده. نعم مرتضى المطهري عالم كبير، نعم لا شك في ذلك. مشكله يعني جاي نسرق من الناس المخالفين، يعني تصرفاتهم، اخلاقهم، اساليبهم، الفاظهم، مناهجهم، هاي اللي جاي يعني جاي يضيعون الناس، يخلون الناس تشك بكل العقائد، بحيث يخلون الناس بدون دين. أخوه سيد محمد باقر الحكيم، نعم التقيت به، نعم التقيت به، التقى بطلاب الحوزة بعد ما رجع، نعم أنا ضمن الناس اللي التقيت به، وهو مجتهد، وجائزة اجتهاد السيد محمد باقر الحكيم صادرة بال60. ولاية الفقيه هاي مسألة فقهية، يعني ما أنا رأيي بها لا يقدم لا يأخر. ما فهمت. إيه صح صح النتيجة شو؟ نعم مجتهد. سيد محمد باقر الحكيم صدرت له إجازة اجتهاد من الشيخ آل ياسين بال60.
كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، أو كتاب الكليات للشيخ السبحاني، أو كتاب دروس تمهيدية في الدراية والرجال للشيخ السبحاني. نعم نعم شهيد المحرم نعم. أو طبعا شيخ يعقوب يعني ملتقي بي بعد منه منه يعني الصرخي ما ملتقي بي، بس دول البقية مثلا الطائي هذا هم نفس الشيء ملتقي بي بعد منه وايد دول يعني ملتقي بي يعني بالحوزة بعدهم شايفينهم. احكي له انا دارس عند الشيخ الفيض، انا دارس عند الشيخ الفيض. صوت موجود؟ كهرباء طفت، الصوت موجود. بعد الادعاء نعم الشيخ اللي يعقوب شفته بالحج بال 2010 كان وانا بالحج. ينضل مصارت يمي. نجاح الطائي هو باحث يعني كلمة عالم يعني ما تقدر ما تقولها علي، ولكن حقيقة عالم نقدر نقول عنه ما عنده منهج علمي صحيح. نعم الله يحفظك الله يسلمك عزيز أبو رضا الله يسلمك. لا 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 لكن أنا كنت ألتقي به لما كان الشيخ اليعقوبي بزمن صدام عند يعني كان بزمن صدام يلتقي مع أحد أساتذتي صديقي أستاذي هو. نعم ما سامع ما سامع. لا كان عنده مشكلة، لا كان عنده مشكلة في النظر ومشكلة قديمة أعتقد، وبعدين اتطورت وما تحسنت. ما سامع حتى بهذا الخبر إنه يعني عيونه بسبب البكاء، ولكن أنقل لكم قصة، أنقل لكم قصة عن السيد السبزواري. يقال هكذا، يقال أنه في يوم من الأيام في 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 أيام محرم بعض الطلبة لا هالدرجات بعض الطلبة طلبوا من سيد عبد الأعلى السبزواري أن ينعى، يعني يصعد على المنبر وينعى. طبعا السيد ما قبل يعني يصعد على المنبر كذا، فألحوا علي ألحوا علي زين. ففعلا صعد على المنبر. يقال ما قدر يحكي ما قدر يحكي، السيد قام يعاين على الناس ويبكي سبحان الله ما قدر يحكي. يعني الله يساعد دول الخطباء من يحكون هاي القضايا وكذا. السيد ما قدر يحكي شنو صار على الإمام الحسين عليه السلام، فما قدر إلا أن يبكي. الناس قامت تبكي، قالوا نزلونا خلنا السيد ينزل، فنزلوا خطيه، فما قدر حتى يحكي. يعني ذول الناس من أهل الله. أنا ملتقي بابن الكبير اللي هو سيد محمد، ذاك كان إنسان شرس حقيقة جدا، كان شجاع، توفي بحادث في إيران يمكن 96 أعتقد. وابن الثالث اللي هو سيد حسين هم توفي قبل سنة تقريبا، بس سيد علي موجود الآن. سيد علي السبزواري محمد الشرارة هذا مطرب واللي قال الناس اضحك عليه. لا لا حوادث السيارات بإيران طبيعية، يعني إنه إيران شوارعها دائما على جبال وما أعرف شنو، فصير حوادث كثيرة يعني. وعلماء معممين وشخصيات توفوا بسبب حوادث السيارات، حتى من ضمنهم هذا أحد يعني فارس الحسون، هذا واحد كان يمكن مدير مركز الأبحاث العقائدية أيضا توفي نفس الشيء.
دروس السطوح يعني هاي دروس الكفاية والمكاسب يسمونها دروس السطوح. أكو ناس يقولون سطوح سفلى سطوح عليا وسطوح سفلى، ما كنت بالحوزة سوى مقدمات سطوح. السطوح يعني سطوح ما بها عليا وسفلى ما بها. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أبو مرتضى. يعني درس الكفاية والمكاسب يسمونها دروس السطوح. قبل هالمقدمات يدرس إنسان فقه وعقاد ومنطق وما أعرف شنو بلاغة وصرف، وبعدين يدرس الفقه شرائع ثم لمعة، وبعدين يدرس الأصول وأصول الفقه، وبعدين يتحول للسطوح، وبعد السطوح يتحول إلى البحث الخارج. زين، لبس العمامة إلى درجة توصل له؟ لا، حسب رأي المرجعية يعني نصيحة إنه الإنسان اللي يلبس العمامة يكون عنده قدرة أن يجاوب على الأسئلة الفقهية، ولا لا يلبس العمامة لا يستعجل، يعني يكون 5 سنوات مر عليه بالحوزة بحيث هاضم المطالب العلمية الفقهية، بحيث لما ينسئل الناس ما ينحرج. أي كافي. يا نعم. شهادة ثالثة بعد هذا قضية فقهية، قضية فقهية بعد هاي رأي الفقه بهالشكل هذا ما واردة. الشهادة الثالثة ما واردة ضمن التشهد. اللي يقول بأنها واردة ترى مشتبه أو معتمد على كتاب ما معتبر أو رواية ما معتبرة. فلذلك يعني العلماء يقول بأنه ما تسويه، وإذا بعضهم يقول أنه الصلاة تبطل أصلا. شوف الصورة انتشرت آخر مرة الشيخ المياحي يلبس العمامة لأحد. نعم 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 نعم، يلبس ويعممه، وطبعا هذا من الاخطاء، ولما انتشرت راح نكرها. قال والله لا لا، كنت انا اسلم اياها. شنو اسلم اياها؟ اسلم اياها مراسم، بعدين اسلم اياها مصور نفسك وانت تسلم اياها؟ قال ماكو شيء. شنو هو جاي يسلم اوراق السفير؟ هي عمامه. كتاب اصول الفلسفه لا، يبقى تكون واحد دارس فلسفه الله يستفاد من عنده، مو مال قراءه، لازم يندرس. الشيخ سيد محمد الموسوي يعني هنا بالعراق هذا وين؟ يا الله. عزيزي ترى المناظرات هواي ناس موجودة ولا تقوم بالواجب ترى، وأكثر ما قل داعي يعني كل شخص بعد كل واحد. أنا هسه يعني هذا الدور اللي أسويه أعتقد به فائدة، وأنا ما أطلب أكثر من هذا يعني. زين، ما أطلب أكثر من هذا. أكو ناس جاي تناظر ماكو مشكلة، صلاتي سريعة هاي مقبولة، إذا سريعة وتقوم بالأمور المطلوبة حتى وإن كانت سريعة ماكو مشكلة. موجود في قوم المقدسة وعنده برامج على القنوات، بس ما لقيت إلا بنست حساب اسمه اللي هو جاء. نعم 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 نعم
ترى مذهب أهل البيت مليان من الأشخاص اللي هم يعني يناظرون وكذا، موجود يعني ترى. وفي بالكم منتديات الانترنت مليانه ناس جاي تناظر وجاي تحاور وجاي تنشر، مو تو مو هسه الان ترى. محمود بحر العلوم ما منتبه له. سيد ميثم، سيد ميثم محاور جيد طبعا، كنت معاه بغرفة الغدير. أنا كنت سابقا بغرفة الغدير، بس احنا بالنت بالمنتديات ما نعرف عن أسمانه، نشتغل سكتة ما نعرف عن أسمانه. لا 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 لا، أنا أقصد المناظرين الجيدين. لا عندنا مناظرين جيدين، عندنا مشايخ معممين، السادة معممين، أما لا مو ذول اللي هذول ما يعتبرون مناظرين، هذول الناس جاي يحاورون بحسب إمكانياتهم. نعم نعم فعلا، هو هذا الشيء اللي واضح 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 دكتور، واضح. ماكو منهجية. محمود بحر العلوم حقيقة ما ملتفت له، ما كنا أشوفه يعني. نعم هذا رأي، يوجد رأي بأنه لا، عند بنت واحد وذني مو بناته. نعم نعم أحسن. صحيح صحيح، ردود أفعال دكتور، ردود أفعال لبعض الأوضاع، ويبررون توجهاتهم بالأوضاع الحالية الموجودة، وكأنه يعني ما مر على الإنسانية، ما مر على الإنسانية دول حكمت من قبل الملحدين ومع ذلك هي دول فاشلة ودول يعني طاغوتية، يعني تحجج ليس أكثر من ذلك. اللهم صل على محمد. مصيبة مصيبة. نعم منو قصدك؟ حسن الموسوي غير هذا اللي طلع بأربيل لو غيره؟ ايه يعني ربع ساعة ونخلص، ربع ساعة إن شاء الله. إيه بس هذا مات، مات بتركيا.
نعم نعم وياك نعم، الأسئلة قليلة فلذلك نعم نعم عزيزي هذا توفى ترى بتركيا. توفى بكورونا بتركيا. لا لا عندي كان درس بس ما استمر على الأسف في أصول الحديث، وكان درس عندي منطق أيضا ما توقف يعني بعد الحادث صار توقف فيه، إن شاء الله أرجع إلى درس أصول الحديث يعني في أقرب فرصة. نعم الفيديوهات تقصد يعني مع قناة اليوتيوب. ايه تمام دكتور. نعم نعم بيها حتى بعض الدروس نعم بيها بعض اللقاءات. نعم نعم غير القناة إن شاء الله، غير الاسم مالت القناة إن شاء الله. باقي لنا 10 دقائق وننهي حتى أروح أنا غير الاسم مالت القناة كما ذكر الأخ، لأن أنا يمكن كاتبها بالإنجليزي. نعم كاتبها جميل البزوني. راح اسميها مداد العلماء. خوش اسمها على اسم البرنامج اللي طلعت فيه. اه اي نعم سهلة دكتور سهل. هو موجود بالحساب مالت التيك توك جوا صورتي اعتقد. خلي
بس إن شاء الله أجزك يا دكتور. إن شاء الله سهل. إن شاء الله أسوي باسمه إن شاء الله. هي باسم بس بالإنجليزي، سوي بالعربي. في أمان الله، حياكم الله، الله يحفظك، حياكم الله. الأخوة الأعزاء، وقد انتهى، إن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء، أرجو المعذرة من الإخوان اللي ما جاوبت أسئلتهم.